حاضر حضراتكم النهارده في شهاده الاف اي. شهاده الاف اي دي شهاده اللي هي اختصار لكلمه Fundamentals of Engineering، يعني اساسيات الهندسه. اساسيات الهندسه بشكل عام، مش واقفين على حاجه معينه، مدني، كهرباء، ميكانيكا، كيمياء والى اخره. الامتحان موجود تبع نقابه المهندسين الامريكيه او مؤسسه اسمها الـ NCEES، وهي اللي هي National Council of Examiner for Engineering and Surveying. هي مخصصه مش بس للمهندسين، هي مخصصه للمهندسين والمساحين. نتكلم بس باختصار كده في الاول عن تاريخ المؤسسه بتاعت الـ NCEES. هي انشئت سنه 1920 ولحد سنه 1925، وحصل تجديد وتغيير في الاستراكشر بتاع المؤسسه دي لحد سنه 45، وبعد الحرب العالميه الكونستراكشن بتاعها والله يا باشمهندس هو ما فيش اي اجهزه جنب اللابتوب، كل الاجهزه اللي جنب اللابتوب دايما تم فلاها. عايزينكم بس اللي مشغل الصوت يقفله يا باشمهندس. وبعد كده الجهاز ده من 1960 ل 1983 حصل طفرة في المجلس أو الكونسل اللي هو المؤسسة بتاعة الـ NCEES من سنة 84 لسنة 95، وبعد كده من سنة 96 لسنة 2004 حددوا السكوب بتاعهم. إيه السكوب بتاعهم مش منسين؟ السكوب بتاعهم إن هم يمتحنوا الناس ويبقوا سيرتيفايد في امتحان الـ FE أو امتحان الـ BE. تمام. الصوت بيقطع والصوت عند الناس برضو لسه في مشكله. يعني هو في ناس بتقول ان في زنه وفي ناس بتقول الصوت عندها تمام. لا تمام تمام باشمهندس. فالموضوع ببساطه ان الـ NCEES هي مؤسسه غير هادفه للربح. ساعه الامتحان هي بتاخد فلوس من الناس، بس الفلوس دي بتضيع في او بتصرف على ان الامتحان نفسه بيطلع بالصوره اللي حضراتكم شايفينها. الامتحان بيكون طبعا ليه ديزاين سنتر، والامتحان بيصرف عليه فلوس عشان الاسئله تتحط والى اخره. طبعا الفلوس بتاعه الامتحان او الكوست بتاعه الامتحان نتكلم فيها قدام، بس عايزين نتكلم عن الدور كامل بتاعه الـ NCEES، لان دي انت اللي هتتعامل معاها او المؤسسه دي اللي هتتعامل معاها من اول لحد الاخر. هي دورها ان هي ديفلوب، ان هي تطور وادمنستريت، وان هي تدير السكور، ان هي تصلح الاكزامينيشن اللي موجود في اليونايتد ستيتس للمهندسين والمساحين عشان تديهم لايسنس، بحيث اللايسنس دي يبدا يشتغل بيها في امريكا او يشتغل بيها في كندا او يشتغل بيها في وورلد وايد عموما. طب نتكلم بقى عن انواع الامتحانات اللي بتديها الـ NCEES. الـ NCEES بتدي خمس انواع للامتحان. اول امتحان اللي هو Fundamental of Engineering، اساسيات الهندسه. بعد كده في الامتحان الثاني اللي هو البي اي، اللي هو Principle and Practice Core Engineering. بالنسبه لامتحان البي اي ده هو التارجت بتاع حضرتك، لازم تبقوا عارفين امتحان البي اي ده اللي حضراتكم لازم تطمحوا ليه. ان ده لازم حضرتك تضغط على جون اوديو ماشي تمام. امتحان البي اي ده هو السكوب بتاع حضرتك، لازم تعرف ان حضرتك بتاخد امتحان الاف اي، يبقى انت هدف في الموضوع انك تاخد بعدين نيكست ستيب اللي هو البي اي. ما ينفعش تاخد الاف اي بس وتقف لحد هنا. ممكن، بس طبعا قيمتها مش هتبقى زي قيمه البي اي. في امتحان تاني اللي هو امتحان الاس اي، وده امتحان لمهندسين مدني فقط، ده اللي هو ستراكشر انجينير. ده امتحان يمكن اللي خدوا الشهاده بتاعته في العالم كله ناس قليله، طبعا ده ادفانسد عن البي اي.
وبعد كده في امتحان الـ FS وامتحان الـ BS. امتحان الـ FS ده للسيرفينج يعني للمساحين، وامتحان الـ BS ده للمساحين برضه بس كاتيجوري تانية وليفل، نفس فكرة الـ BE ونفس فكرة الـ FE. ده انواع الامتحانات اللي بيقدمها الـ NCES. الامتحان بتاع الـ FE ده هو الستيب، لو انا احنا زي ما قلنا قبل كده ان الستيب أساسية عشان تدخل في امتحان البي اي. لازم نتكلم برضو ان الامتحان ده متصمم عن او المفروض للناس اللي هي لسه فريش جراد، لان امتحان الاساسيات الهندسه طبعا هتمتحن في كل اللي انت خدته في الكليه، ولكن اساسيات الامتحان مش صعب جدا، مش مستحيل الامتحان طالما انت كنت في كليه هندسه او خدت البيسكس بتاعت الهندسه. هو هيسالك لما يجي في الامتحان، الامتحان كله مسائل، الامتحان كله مسائل والنظر بتاعه قليل جدا. في environmental في environmental نتكلم في الموضوع ده يا باشمهندس قدام، باشمهندس هيام نتكلم قدام في الموضوع ده. وانا رايي مع يعني انا ما اعرفش حضرتك تخصصك ايه، ولكن environmental اللي بيدخلوا قليلين. انا ما اعرفش حضرتك مترددة كده ايه في بعد حوار البي اي، لكن هل انت مترددة عشان تروحي مثلا دول الخليج ولا امريكا ولا كندا ولا اخره؟ طبعا كل منطقه وليها التوبكس بتاعها اللي شغاله فيها اكتر، بس انفايرمنتال هو للاسف اللي بياخدوا فيه او اللي بيباص فيه قليل. نتكلم بعد كده قدام ايه اكتر الناس او اكتر الكاتيجوريز اللي احنا ممكن ندخلها في الامتحان، لان فيها ريسورسز كتير. لان خلي بال حضراتكم ان الامتحان مش كل الريسورسز موجوده، لان الناس اللي بتدخل مثلا في السيفل انجينيرنج ناس كتير، فالريسورسز اللي موجوده للسيفل انجينيرنج كتيره. هنتكلم في المواضيع دي قدام، بس عايزين نقول او ناكد على نقطه ان الاف اي لازمه لامتحان البي اي. لازم ادخل قبل امتحان البي اي اكون معايا الاف اي. طب امتحان الاف اي ده مخصص لمين او معمول ديزاين لمين؟ للناس الخريجه فريش جرادويت من الكليه. طب انا مش فريش جرادويت واتخرجت مثلا بقالي 20 سنه، عايز ادخل امتحان الاف اي، لك الحق، محدش يقدر يقول لك حاجه، بس هتضطر انك تذاكر اكتر عشان تفتكر المواد اللي حضرتك خدتها قبل كده زمان في الكليه. بعد ما تخلص بتعمل حاجه اسمها المعادله اللي هي الكريدت بروجرام، اللي انا اخد المواد اللي انا خدتها عندي في الكليه، وليكن مثلا انا درست ماس، درست فيزيكس، درست كيمستري، ستراكشر والى اخره، المواد دي كلها بجيب بيها حاجه اسمها ترانسكريبت، وبعد كده اروح للان سي اس بتقول من فضلك انا كان كليتي بره اليو اس اي وعايز اعمل المعادله لل المواد اللي انا خدتها في الكليه او الترانسكريبت اللي انا خدته في الكليه للمواد اللي موجوده كاني متخرج من جامعه عند حضراتكم في اليو اس اي. من فضلك خلص المحاضره، خلص المعادله دي، وبعد كده ادخل في امتحان البي. في نقطه مهمه ان امتحان الاف اي ده كمبيوتر بيست اكزام. يعني ايه كمبيوتر بيست اكزام؟ يعني اللي بيمتحنك الكمبيوتر. بيبقى في امتحان ام سي كيو. امتحان الام سي كيو ده عباره عن 110 سؤال، ده بتدخل كل سؤال ليه اربع اجابات او اربع انسر، تختار الاجابه منه والكمبيوتر هو اللي بيصلحها. في خلال يوم او اثنين بيجي حضرتك الاجابات بتاعه الامتحان، تقول لك حضرتك باست، حضرتك فيلد، حضرتك نوت باست، او مثلا نسبه نجاحك كان كذا، نسبه سقوطك كان كذا. والسنترز اللي هي مسؤوله ان هي تمتحن حضرتك كل دوايت اللي هي بيرسون دي يو اي، دي موجوده تقريبا في الخليج، كل دوله من دول الخليج، موجوده في مصر، مكانين في مصر، موجوده في كذا مكان في العالم. يدخل السنتر ده تقول له من فضلك انا عايز امتحن امتحان الاف اي، يقول لحضرتك اتفضل ادفع الفيز بتاعه الامتحان وحضرتك ادخل امتحن. الامتحان مدته 5 ساعات ونص، او ده نتكلم تفصيليا اكتر. الامتحان 110 سؤال، الامتحان توتال 6 ساعات، دي منهم 8 دقائق توتوريال هيفرجوا حضرتك على ازاي تدخل الامتحان، ازاي ترفع ايدك لما تعوز مثلا تطلع بره الاوضه او المكان اللي حضرتك تمتحن فيه وعايز تدخل الحمام، لان مده الامتحان 6 ساعات دي كبيره جدا، في بريك في النص 25 دقيقه. الامتحان الفعلي اللي حضرتك بتقعد في الاوضه اللي بتمتحن فيها 5 ساعات و20 دقيقه. انا هقول لحضراتكم دلوقتي حاجه يعني
مهمه جدا دي. اولا اول حاجه ده موقع بتاع الـ NCEF، ده موقع طبعا هو مقسم موقع هنا انجينيرنج زي ما موجود قدام حضراتكم، وموقع الناحيه الثانيه سيرفينج زي ما موجود قدام حضراتكم. بعد كده في طبعا الاكزام ريجستريشن، لو انا عايز اسجل الامتحان، انا بقول لحضراتكم دلوقتي انا دخلت وعايز اسجل الامتحان قدام حضراتكم، هدخل طيب على ncs.org وادخل هنا على ماي ncs. هيجي لحضراتكم دلوقتي خلاص انا دخلت، وبعد كده هو عشان اللوج ان عدى عليه فتره كبيره ف نخرج تاني. ده صفحتي انا احمد ابراهيم، الامتحان بيقول بتاع الاف تي اي، انا امتحنت امتحان سيفل وكان الفورمات بتاعه كمبيوتر. الامتحان اديكته ايه؟ امتحان اديكته انك انت باست، انك انت نجحت. ماشي تمام، هو عايز شير سكرين تاني اهو كده. تمام هو كده بس حصل شير سكرين للشاشه الثانيه. زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي عندي ده الصفحه بتاعه ال NCES بتاعه احمد اهو داخل كمان. سامع حضرتك ولكن العرض مفيش عرض المواد. كده في عرض المواد يا باشمهندسين، كده العرض اشتغل. تمام وكل تاج جديده بنضطر بس نعمل شير سكرين ليها من اول وجديد. دي صفحه ال NCS، هنلاقي حضراتكم الامتحان فورمات بتاعه ان هو كان FE سيفل الكمبيوتر بيزد اكزام والامتحان باس، يعني هو عدى. طب انا عندي اسئله خاصه بالمكان اللي انا فيه، انا مش عارف مكان السنتر اللي انا المفروض امتحن فيه، بعمل ايه؟ يا اما سيرش على جوجل، يا اما ادخل هنا في الشات، ده الشات بتاع ال NCS، يقول لي من فضلك اكتب اسمك والايميل بتاعك وانت عايز تسال فيه، عايز تسال في الاكزام نفسه، عايز تسال في ريكورد التصحيح، عايز تسال في الايفالويشن، عايز تسال في اي حاجه ليها علاقه بالاف اي، هم هيردوا عليك لايف شات موجود 24 ساعه، ولو مش موجودين بيردوا عليك في خلال ساعتين ثلاثه بالكتير. ده بالنسبه طبعا للاف اي. نفس الفكره في البي اي، نفس الويب سايت، نفس كل حاجه، نفس اللي حضرتك المفروض تدخل. ده الريزلت بتاعت ال NCS هيبقى موجوده على الموقع بالمنظر ده. و انا هقول لحضراتكم دلوقتي ده فيديو عن ال هقول لحضراتكم حالا. resume on a sheet on a table that has you know, she's got two candidates side by side. ده فيديو عن أهمية أو الفاليو بتاعت البي إي. أنا شغاله دلوقتي بس أنا متوقع إن الصوت أو الفيديو هيحصل فيه ديلي، لأن المفروض ما نشغلش فيديوهات على زوم، مش معمولة عشان كده. فهحط اللينك بتاع الفيديو موجود في الشات لو أنتوا عايزين تتفرجوا عليه بعد كده في أي وقت، مفيش مشكلة. ده لينك الفيديو. وهستأذنكم نسمع مع بعض الراجل ده بيقول ايه. الراجل ده امتحن البي اي وبيتكلم عن اهميه البي اي. الراجل ده كان شغال في كونستراكشن بروجكت، في حد تاني هيتكلم برضه كان شغال في شركات كيميكال، هيتكلم تاني واحد شغال في شركات سوفت وير، واحد تاني او حد تاني كان شغال في كونستراكشن بروجكت، هيتكلموا عن اهميه البي اي بالنسبه لهم هم. يعني دي ناس شغاله دلوقتي في يو اس اي او ناس شغاله في كندا، وانا هقول لحضراتكم ان الاف اي مهمه جدا، وهقول لحضراتكم ان البي اي مهمه جدا، بس انا ممكن اكون بقول لكم كده عشان تاخدوا كورس مثلا معايا او عشان الى اخره. انا هقول لحضراتكم، هوصل لحضراتكم دلوقتي فيديو لناس امتحان بي اي وبيتكلم ان هي ازاي فتحت ابواب ليهم او عملت فاليو ادنج ليهم في السوق، بحيث ان هي اشتغلت بدل ما كان شغال في شركه متوسطة اشتغل في شركة أحسن، ولو كان شغال في شركة صغيرة اشتغل في شركة تانية أكبر بكتير. ده فيديو وياريت. One's got a license and one doesn't. The employer automatically knows that the person with the PE has already met a minimum standard of education, experience, and qualifications set by his peers. It takes away one unknown. If I were interviewing a candidate for ده مهندس كيمياء اخر شغال في انتل، اكيد حضراتكم عارفين انتل.
الاولاني كان بيقول ان هو اي حد ريكروتر او اي حد امبلوير عارف ان البي اي بتعمل زياده لحضرتك في السي في، اكيد حضرتك عندك كابابيلتيز، حضرتك عندك امكانيات مش موجوده عند اي حد، وذاكرت واجتهدت ومعاك شهاده البي اي. نيجي نسمع توم اللي هو كيميكال انجينير في شركه انتل. Their job and they had their PE license, it would tell me two things. It would tell me that they are technically solid, and it would tell me that they are willing to put forth the extra effort in whatever job they're doing, be it their license or any other job they may do for me. Well, the biggest thing that motivated me was, to me, it's the overall, it's almost the finish line. It's the ultimate goal to me in engineering is to be become a professional engineer. It's something that I always kept in the back of my mind, kept me very driven on those levels, because it's like stopping short if I didn't get there. And it's something that also, it provides a great deal of flexibility in your career as you go on, whether it's not the same company or somewhere different. If I didn't take it, if I didn't pursue it, I think it really did limit me as a person. What I would tell someone that wasn't sure whether they would need their PE or not is that, like say, you never know what you are going to do. It's two little letters, but it just opens the door for you to do so much. أنا آسف إن معظم البيهات كانت بالإنجليزي، بس هم كلهم إنجليز أو كلهم في كندا، فطبيعي إن هم يتكلموا اللغة الإنجليزية. فهستأذن حضراتكم كمان نرجع تاني للسلايد بتاعتنا. ونرجع نتكلم تاني عن خصائص الامتحان. زي ما قلنا قبل كده الامتحان 110 سؤال بتقسم ام سي كيو، والامتحان توتال على بعض بست ساعات بتقسم دقيقتين و8 و5 ساعات و20 دقيقة و25 ساعة. بعد ما شفنا الفيديو تعالوا نتكلم اكتر ليه انا لازم اخد امتحان الاف اي او انا هيفيدني فيه. هيفيدني لو انا موجود وعايز اعمل تحسين او ديفلوب للكارير بتاعي. انا شغال في شركه وعايز اروح شركه ثانيه افضل، او انا في الشركه بتاعتي وعايز اروح لمكان ثاني احسن في نفس الشركه. فامتحان الاف اي هو اللي هيوصل لحضرتك للبي اي. طب الامتحان الاف اي بقى اول حاجه او اي اول رايد فيه ان هو بيربريزنت يو ان ذا بابليك ذات يو ار انجينير. انا ممكن اقول كده للمجتمع او السوسايتي اللي انا عايش فيه حضرتك مهندس. طب الجامعه الفلانيه معترف بيها، الجامعه الثانيه مش معترف بيها، ممكن في حد يعترف بجامعه وحد ثاني لا يعترف بالجامعه دي. فحضرتك معاك الاف اي فانت كده حضرتك مهندس. دي رقم واحد. رقم اثنين هي تاهل حضرتك ان حضرتك تدخل امتحان البي اي. ثالث حاجه ده اعتراف رسمي من نقابه المهندسين الامريكيه ان حضرتك عندك الاكاديميه الكافيه او البروفيشنال اكسبيرينس to practice engineering and surveying profession. هو مفيد للمعماريين طبعا يا باشمهندس، مفيد للمعماريين. بس خلي بال حضرتك الفكره، هل انت هتاخد الامتحان بتاع الاف اي او امتحان البي اي وهتقعد في مكانك، او حضرتك يعني الدوله اللي حضرتك قاعد فيها يناسبها او معترفه او شغال فيها حوار البي اي ولا لا؟ لان لو انت هتاخده مثلا في الدوله والدوله دي مش منتشر فيها فكره الدي اي ومش منتشر فيها فكره الاف اي فلا ما تاخدوش. لكن لو في دوله ثانيه وحضرتك في جميع المهندسين مصر من دول باشمهندس خالد لا هو باشمهندس خالد هو خلي بقى حضرتك دلوقتي الشركات المالتي ناشونال في مصر بقت تهتم بيه، لان دلوقتي هو بياخد مشروع شركة كبيرة، شركة استشارية، شركة مقاولات، هو بياخد مشروع. هو بياخد العقد بتاعه أو بيعمل العقد بتاعه بيقول لمالك أنا عندي مهندسين واخدين البي إي، عندي مهندسين واخدين الإف إي، عندي مهندسين كواليفايد واخدين ماستر واخدين دكتوراه واخدين إلى آخره. فأنا بقدم في البروبوزال بتاعي كشركة استشارات أو كشركة مقاولات أنا عندي الطقم ده، عندي الوركر تولز، عندي الإنجينير تولز، فالناس دي كواليفايد، فأنا من حقي ان انا اخد البروجكت ده لان هطلعه اكيد بكواليتي كويسه طالما عندي الناس بالمنظر ده. طبعا هو مش بنفس السالري اللي موجود فيه بتوع امريكا وكندا. تعالوا نبص كده بصه سريعه على السالري بتاع المهندسين بتاع البروفيشنال انجينير اهو. اوري لحضراتكم انا كتبت ايه، كتبت بس بروفيشنال انجينير سالري ان كاليفورنيا جوجل.
انا مش هحط حاجه من بره زي ما حضراتكم شايفين ده. حضرتك ربنا كرمك ان شاء الله واشتغلت بالبي اي في كاليفورنيا او في اليو اس اي، السالري الانيوال بتاع حضرتك من 72,000 دولار ل 98,000 دولار، طبعا ارقام كبيره بس ده اللي موجود قدام حضراتكم في على جوجل بالنسبه للبروفيشنال انجينيرز في كاليفورنيا. مش كل البروفيشنال انجينيرز اكيد بيعرفوا يشتغلوا في كاليفورنيا، مش كلهم ربنا ايوه انا حاسس بالشركات الفنيه المنافسه بالظبط. فدلوقتي انا كبروفيشنال انجينير هيديني اوبورتونيتي ان انا هاخد سادري اعلى. لو الكلام في مصر مش كل الشركات لو اعترف بيها، لانه لو اعترف بيها للاسف هيبقى عنده مشكله، لان هو اكيد مش عارف يدفع حضرتك اللي حضرتك ربع الارقام دي، يبقى رقم كبير. يقول لك دي حاجه كويسه، ولكن تقديرها الفعلي او تقديرها الكلي للامانه هو موجود في كندا وامريكا. كبروفيشنال انجينير حضرتك هيبقى ليك وزن طبعا في دول الخليج كمان السعوديه. انا اعرف ناس كتير زمايلي كانوا واخدين البي اي والاف اي وربنا كرمهم ان شاء الله الحمد لله، وربنا يكرمكم ان شاء الله بأوفرز في دول الخليج. فده كان رقم واحد ليه اخد البي اي، رقم واحد طبعا السالري، تاني حاجه ان انا هشوف اوبورتونيتيز ثانيه. طب انا ليه اخد الاف اي؟ الاف اي هتديني باب للبي اي، وطبعا هيبقى فيه شويه اعتبارات يعني اجتماعيه، ان خلاص هيبقى فيه مهندس، هيبقى فيه اعتراف من اي حد ان حضرتك واخد الشهاده معترف بيها في امريكا انك انت مهندس، ومعترف بيها طبعا من نقابه المهندسين الامريكيه. نرجع تاني بقى في المحاضره بتاعتنا نتكلم على التوبكس بتاعه الاف اي. الاف اي طبعا هو هيحصل تغيير، والتغيير ده هيكون من تاريخ 30 يونيو 2020. اللي موجود دلوقتي في الاف اي في توبكس موجوده، والتوبكس ده طبعا في مصر. نتكلم في حاجه ثانيه مش منسين التوبكس اللي موجوده للاف اي. زي ما حضراتكم عارفين ان في تغيير هيحصل على الان سي اس بعد يوم 30/6/2020. التغيير ده هيقول ان بدل ما كان عندي 6 ديسيبلينز هيبقوا 7 ديسيبلينز او 7 اقسام. باشمهندس كان لسه بيسالني هو في اركتكتشر في معماري، احب اقول لحضرتك ان هم عشان يقفلوا الباب على اي حد القسم بتاعه مش موجود هنعمل حاجه اسمها اف اي ديسيبلينز، اف اي اذر ديسيبلينز. الاف اي اذر ديسيبلينز ده موجود لكل الاقسام اللي مش موجوده قدام حضراتكم. عندنا كيميكال اند سيفل، الكتريكال اند كمبيوتر، انفيرمنتال، اندستريال اند ميكانيكال. اهم ديسيبلين فيهم من وجهه نظري انا السيفل انجينيرنج. السيفل انجينيرنج بعد حضرتك تاخد امتحان الاف اي وتدخل في امتحان البي اي، امتحان البي اي بيبقى ليك الحق ان حضرتك تمضي لوح او مشروع او مسؤول عن مشروع في اليو اس اي. يعني قبل امتحان البي اي هبقى عندي طبعا اف اي، الاف اي ده حضرتك مهندس جونيور، لكن بعد امتحان البي اي حضرتك هيبقى سينيور او هتبقى استشاري موجود في اليو اس اي. حضرتك لو انت في مصر لقب استشاري بيتاخد بعد 15 سنه في النقابه، لكن الناحيه الثانيه موجود في امريكا ملوش عمر معين. امتحان البي اي، امتحان بعديها الاس اي، بعد فتره ان شاء الله ربنا كرم حضرتك خدته بسرعه، يبقى كده من ليك الحق انك انت تتعامل في امريكا كمهندس كامل. هنيجي لحضراتكم تاني في نقطه، ونقطه اللي هي الاكزام فورمات. انا عندي امتحان زي ما قلنا لحضراتكم امتحان الاف اي، عشان الاعداد اللي بتيجي كتيره للاسف امتحان الاف اي ده خلوه كمبيوتر بيست، بحيث ان هو ممكن تمتحن في اي وقت من السنه. يعني انا عايز امتحن في الصيف ليك الحق، عايز امتحن في الشتاء ليك الحق، بتتفق مع البريجنال يو في اي او يو في اي، تقول له انا عايز امتحن في بكره مثلا او بعد، تدخل على الويب سايت بتاع الان سي اس وتحجز الميعاد، وهم بيتواصلوا مع ديزاين
او بيتواصلوا مع مركز الامتحان ليهم اللي موجود في مصر او اللي موجود في دول الخليج او اي دوله. تقول انا عايز امتحن مثلا اف، يبقى سي بي تي. طب بالنسبه للبي اي، عندك حضرتك البي اي اركتكتشر، باشمهندس اللي كان بيسال عندي بي اي اركتكتشر. بي اركتكتشر ده بيجي مع الاثر زبلنز بنسل اند بيبر. فبنسل اند بيبر ده عامل زي امتحان اللي حضرتك كنت بتمتحن في الكليه، امتحان بورقه وقلم وحد يجي يصلحه. بناء عليه بيبقى ليه مواعيد معينه، يعني حضرتك امتحانات الكليه اللي كنت حضرتك تمتحنها مش اي وقت، مش بمزاج. تدخل تقول لهم انا همتحن، هم يقول لك في ميعاد كذا، كل 3 شهور بيحصل امتحان، كل 4 شهور بيحصل امتحان. نفس الكلام الامتحان البي اي 7 قدام حضراتكم، ده برضو بنسل اند بيبر. امتحان السي بي تي اللي هي كمبيوتر بيست تيست بيبقى قليله. المتوجه او الاتجاه بتاع الان سي اس ان هي تخلي كل الامتحانات سي بي تي. يعني امتحان الاف اي ده كان في يوم من الايام بنسل اند بيبر. طب الامتحانات اللي جايه كلها سي بي تي. طب اللي متجه ان اي حاجه بنسل اند بيبر يتجهوا ان هم يخلوه سي بي تي او كمبيوتر بيست تيست. دي بالنسبه للامتحانات. برضو هبقى سلايد دي مع حضراتكم هننزلها ان شاء الله على الايفنت، موجود فيها كل الديسيبلينز اللي موجوده قدام حضراتكم. باشمهندس انا جايب الكلام ده من على الموقع بتاع ال NCS، ممكن يكون بالتغيير بعد ال 30/6 ممكن يبقى كله سي بي تي، زي او زي ما قلت لحضرتك ده الاتجاه بتاعهم من الاول، ممكن يكون بعد 30/6 ده اللي هيحصل ان شاء الله. واي نوت باس؟ ايه اللي يخلي حضرتك ما تعديش الامتحان؟ ال NCS بتقول انا هعمل اي حد ما يعديش الامتحان هعمل له دايجنوستيك ريبورت. دايجنوستيك ريبورت، دايجنوستيك ريبورت ده اللي هو الريبورت اللي موجود قدام حضراتكم بالشكل ده. الريبورت ده بيقول حضرتك دلوقتي انا كنت ممتحن في 18 ماده، وده الحتت او الاجزاء بتاعه الامتحان اللي حضرتك ممتحن فيهم. انا دلوقتي ممتحن سيفل او ممتحن اي وليكن مثلا كهرباء اللي موجود قدام حضراتكم ده كان اف اي اللي هو الكتريك اند كمبيوتر. بيقول لحضرتك انا في الماده الفلانيه حضرتك كنت جايب الريفرنس او السكيل بتاعي 8.5. النمبر اللي حضرتك النمبر اللي حضرتك جايب 4، يعني في البروبورتس اند الاستاتكس رقم 4 حضرتك جايب فيه 8.2. فحضرتك عشان كده في اذكروا عندنا امتحان منفصل ولا تبع السيفل. بص حضرتك مفيش هنا ترانسبورتيشن، امتحان او انا مش امتحان السيفل هو اشمل للترانسبورتيشن. امتحان الاف اي، امتحان بي اي سيفل هو بيبقى فيه سيفل، يعني انا ماده من مواد السيفل اصلا بتاعت الاف اي هي ترانسبورتيشن، ماده عليها 8 درجات. وامتحان البي اي برضه بيبقى موجود جواه ترانسبورتيشن. فواحد دي للاسف السامبل او دايجنوستيك ريبورت بتاع حد للاسف فشل في الامتحان. هم بيعملوا حاجه اسمها بيرفورمانس سكيل. يعني ايه؟ للاسف اللي موجود في امتحان الاف اي، امتحان الاف اي ملوش نسبه نجاح. يعني انا ما اقولش ان انا جاي 70% في الاف اي فانا هنجح، لا، ممكن تكون نسبه النجاح 75%. طب خلاص يبقى انا هعمل حسابي على 75%. تدخل تمتحن في الصيف تلاقي نسبه النجاح 60%. طب برضو هل يعني انا كده كنت عامل حسابي على 75% ده انا نجحت كويس؟ هي دي الفكره اللي عاملاها الام سي اس، ان هم مش رابط بيرفورمانس سكيل او مش رابط رقم معين حضرتك تجيبه فتنجح. امتحانات الصيف، ودي معلومه من حد بيدرس دي ما حدش هيقولها لحضراتكم، امتحن قبل كده لكن بناء على تدريس كذا امتحان وان انا شفت كذا امتحان، امتحانات الصيف كلها بتبقى سهله. يعني لو حضرتك ناوي تاخد الامتحان في شهر 6 7 8 الامتحان بتبقى سهل. ليه؟ بيبقى مفيش ضغط على ال NCS والامتحانات، فبيسهلوا الامتحانات. لكن في المقابل بيعملوا ايه؟ بيرفعوا نسبه النجاح. يعني انت ممتحن في الصيف بس انت ناجح من كام؟ من 75%. طب اللي بيمتحن من الشتاء في الشتاء شهر 12 شهر 11 شهر 1 بيبقى لا، بيبقى نسبه النجاح قليله بس الامتحان بيبقى صعب.
بس هي دي الفكره بتاعت الامتحان. ده الدايجنوستيك تيست، لو لا قدر الله حد فشل في الامتحان، الامتحان بيقول له مثلا انت عندك زمايلك اللي امتحنوا كان افريج سكور بتاعهم 8.2، فانت جايب اقل من ال 8.2 اللي انت جايب 4. ممكن يكون في الصيف مثلا حد تاني الافريج بتاع البرفورمانس بتاع البروبوستيك اند ستاتستكس كان من 7، برضه انت جايب 4 هيبقى يعني اقل، بس انت لو كنت جايب 7.5 هتبقى نوت باس هنا وهتبقى باس في الحته الثانيه. البرفورمانس سكيل ده برفورمانس مش لحضرتك، البرفورمانس سكيل ده افريج لبقيه الممتحنين. تمام؟ حاضر يا باشمهندس احمد، هقول لحضرتك ايه اللي هحتاجه عشان احضر الامتحان. انا قلته في الاول ولكن هقوله تاني دلوقتي. نخلص بس الحته بتاعت الريزر ريبورت، وده برضو نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده. هنقول لحضراتكم بس هقول الحته بتاعت الاكزام فورمات وبعد كده ارجع لحضرتك تاني في الحوار اللي انا هقدم ازاي للامتحان الاف. ده الاكزام فورمات، ده قلت لحضراتكم دلوقتي ان الاكزام فورمات ده اللي هو الاف اي او الاف اس اللي هو الفاندمنتال اوف انجينيرنج او الفاندمنتال اوف سيرفين، بيبقى على مدار السنه، والبي اس تبقى برده على مدار السنه، والاي اي كيميكال بيبقى على مدار السنه. بالنسبه للبي اي نيوكلير بيبقى ليه ميعاد معين، وبقيه البي اي عموما بيبقى ليهم طبعا ميعاد معين. ايوه تمام. برضه هو قايل هنا الوقت بتاع التوتوريال، الوقت بتاع الاجريمنت اللي هو انت اول ما تدخل خالص هم عايزين يتحققوا من حضرتك، بيمضوا حضرتك على شويه ورق كده. فالاكزام تايم اهو، السكادول بريك اهو، والنمبر اوف كويشن بتاع كل حاجه فيهم اهو. هو الفكره بس امتحان البي اي وامتحان بي اي نيوكلر طبعا ده بيبقى اكتر من بي اس، والبي اس هو البي اي بروفيشنال انجينيرنج برضو عدد ساعات الامتحان 6 ساعات و50 دقيقة، يعني حوالي 7 ساعات. الكيميكال والنيوكلر بيبقى اكتر شويه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الامتحان تقريبا 9 ساعات، والناحيه الثانيه 9 ساعات، يمكن في النيوكلر يمكن بيقفل 10 ساعات او الباسنج سكور ده زي ما قلنا لحضراتكم من شويه ان الباسنج سكور بيختلف من فتره للتانيه بناء على الافريج بتاع الممتحنين الاخرين. تعالوا نتكلم بقى شويه نصايح في الاكزام. الاكزام بس خلي بالكم ان الامتحان 5 ساعات و20 دقيقة، ده امتحان طويل، يمكن مفيش كليه كنا ما بنمتحنش بالمنظر ده، ولكن انت مع حضرتك 320 دقيقه، 320 دقيقه هيتقسموا على 110 سؤال، يعني تقريبا كل سؤال اقل من 3 دقائق. حضرتك هتتعود ان اي سؤال هتاخده في فتره الامتحانات او فتره البراكتس هيبقى يتحل في دقيقتين ونص، عشان يفضل مع حضرتك وقت في الاخر خالص ان حضرتك تراجع. اهم نقطه ان الامتحان ده مش ماراثون، الامتحان ده مش سبرنت، يعني ما احلش اول 10 اسئله بسرعه في دقيقه او دقيقتين وارجع بقيه الامتحان مش عارف اركز، انا كده عندي 100 امتحان او 100 سؤال طلع بره دماغي مش مركز. لازم انام كويس قوي ساعه الامتحان، لازم اتمرن كتير على قوي على وضع الامتحان. مش هقول لحضرتك تحل 120 سؤال كل يوم او 110 سؤال كل يوم، ولكن انا لازم اعود نفسي ان السؤال ما ياخدش مني اكتر من دقيقتين. الاسئله مش طويله، الاسئله تتحل في خطوه خطوتين 3 خطوات بالكتير قوي. وانا رايح اكل اكل كويس، ما اكلش كتير عشان ما اضطرش ان ادخل حمام كتير، ولازم اعمل مانج ماي تايم كتير. اهم نقطه في الموضوع كله حاجه اسمها الهاند بوك. الامتحان بتاعي انا بدخل امتحان باوبن بوك، بس الاوبن بوك مش بتاعي انا، الاوبن بوك بتاعهم هم. بينزلوا حاجه اسمها ريفرنس هاند بوك. ريفرنس هاند بوك ده الكتاب فيه كل القوانين اللي حضرتك تتخيلها ممكن تحتاجها في الامتحان، بيبقى فيها قوانين زياده اصلا عن المحتوى. طب الكتاب ده تقريبا كان 500 صفحه او 600 صفحه، فصعب ان انا يعني ابقى حافظ مكان القوانين كلها. يعني مثلا قانون السيفل او سيفل انجينيرنج بيبداوا من صفحه 170 وهكذا، انزل مثلا صفحه كذا. طب دلوقتي انا عندي قانون في مساله بتاعت الترانسبورتيشن، انا مش فاكر الترانسبورتيشن كان في انهي صفحه لان صفحات كتير، فهعمل ايه؟ في حاجه مهمه جدا في الريفرنس هاند بوك، ودي هي التريك بتاعت الامتحان. لو انت عندك المعلومه دي واشتغلت بيها كويس جدا
اي مساله هتيجي هتعوض فيها، لان ببساطه انت عندك قانون واحد في ريفرنس، والمساله بتقول لك انا عايز اعوض مره واحده في القانون ده، فهتيجي تعوض في الداتا اللي عندك اللي جايه في المساله، هتيجي تعوض في القوانين اللي موجوده عندك في ريفرنس، تعوض تطلع ريزلت هيطلع تقريبا قريب جدا لو كان في تحويلات هتحول، بعد كده ترجع تكمل المساله وتشوف الحل بتاعك. انا هقول لحضراتكم الريفرنس هاند بوك بنجيبه ازاي، انا موجود عندي ولكن انا هنزله قدام حضراتكم دلوقتي على جوجل. هعمل شير تاني عشان اتاكد ان جوجل قدام حضراتكم. ايوه درجة النجاح المتوسط من درجات زمالك اللي معاك في نفس مركز الاختبار ام عالميا؟ عالميا مش مصر. نرجع تاني لنقطة انا ازاي انزل الامتحان بتاع او الريفرنس هاند بوك بتاع الامتحان بتاع دكتور. اكتب اف اي او ريفرنس هاند بوك، ريفرنس هاند بوك 2.5 فري داونلود. 2.5 ده اللي هيبدا ويبقى موجود من 30/6. اكيد حضراتكم مش هنذاكر على 2.4 لان هو خلاص شهر ونص تقريبا ويخلص، هناخد الجديد اللي هو 9.5. نعمل كده داونلود، هنلاقي اول حاجه ريفرنس هاند بوك ميسيسيبي ستيت يونيفرسيتي، ادخل عليه هياخد وقت بس عقبال ما ينزل. هو ده البي دي اف اللي موجود قدام حضراتكم. ننزل كده نشوف حاجه صغيره اهي، الريفرنس بتاعي 9.5 ده اللي احنا شغالين بيه، كمبيوتر بيست تيستنج اللي هو السي بي تي اهو قدام حضراتكم. This document may be printed from the NCS website and for your personal use. بس ما ينفعش اخده بقى واطبعه شويه كده حاجات ليها علاقه بالكوبي رايتس. الكتاب ده موجود طبعا على موقع الـ NCS ولكن انا جبته لحضراتكم من غير الموقع. نرجع نقطة تانية، عايزين نشوف التوبكس بتاعت الامتحانات زي ما موجود، او التوبكس الموجودة بتاعت الـ NCS. احنا قلنا ان هو مرجع في القوانين بتاعتي كلها، لو في constant هيبقى موجود، في الوحدات هتبقى موجودة، في conversation factors هتبقى موجودة، الـ ethics هتبقى موجودة، safety هتبقى موجودة، كل التوبكس اللي انا ممكن امتحن فيها واللي ممكن ما امتحنش فيها موجودة. طب سؤال مهم جدا، انا همتحن في ايه في دول؟ زي ما حضراتكم شايفين تقريبا ده اكتر من 25 توبيك، انا هدخل امتحن فيهم كلهم؟ يعني انا كسيفل انجينير امتحن ثيرمودينامكس؟ لا يعني ماليش دعوه، ما خدتهاش في الكليه حتى. اجي امتحن هيت ترانسفير برده ماليش دعوه. طب انا حد كهرباء هاجي امتحن مثلا حاجه ليها علاقه بالسيفل انجينيرنج؟ لا انا ماليش دعوه. طب انا اعرف منين؟ حاجه بسيطه جدا، ادخل كده واشوف ادوس اند، اند ده اللي هي اخر صفحه عندي في الريفرنس هاند بوك. هو مديني حاجه اسمها سبيسيفيكيشن. سبيسيفيكيشن يعني تعالوا نشوف كده، نطلع فوق حاجه صغيره نتكلم مثلا على السيفل انجينيرنج. السيفل انجينيرنج ده بيقول لحضراتكم ان ده اللي هيتطبق افكتيف بيجيننج من 2004، ده ما اتغيرش من يناير 2004 ما اتغيرش. فالسيفل انجينيرنج مثلا وعلى سبيل الحصر اجي كل قسم مختلف عندي في السيفل انجينيرنج، لما اجي امتحن همتحن على ايه؟ همتحن على الماثماتكس، على الاستاتكس، على الكمبيوتيشنال تولز، على الاسكس، على الانجينيرنج، على الاستاتكس، على الداينامكس، ميكانكس، ماتيريال، كل الكلام ده، هيدروليكس، ستراكشر، ده كله احنا واخدينه في الكليه. عندي كام ماده طيب؟ عندي 18 ماده. عندي 18 ماده. كل الاقسام 18 ماده. 18 ماده دول تنقسم لتسعه اساسيين شاملين عند معظم الناس وتسعه متخصص. يعني مثلا دلوقتي لحد الماده رقم تسعه تقريبا اللي هي الماتيريالز، الماتيريالز دي غالبا عند معظم الناس، ميكانكس اوف ماتيريال برضو عند معظم الناس، داينامكس عند معظم الناس، ستاتكس، ايكونومكس، اسكس، كومبيتيشنال، ماثماتكس، statistics، كل ده احنا واخدينه في اعدادي هندسه. يعني المواد دي مشروحه لكل الاقسام، او ممكن يكون في ماده زياده او بنقص. دي مواد موجوده عند كهرباء، ميكانيكا، كمبيوتر سوفت وير، سيفل، انفيرمنتال والى اخره. طب خلاص انا عندي المواد دي اللي موجوده او كومن بين الناس كلها، بعد ما اخلصهم في تسع مواد سبيسيفيك موجوده للتخصص بتاعي. يعني انا عندي هنا فلويد ده للسيفل انجينيرنج بس، هيدروليكس تقريبا للسيفل انجينيرنج بس، ممكن يجي معاها انفيرمنتال، استراكشر برضه للسيفل انجينيرنج، استراكشر ديزاين، عندي هنا جيوتكنيكال،
عندي هنا transportation, environmental, عندي construction و surveying. وكل دي المواد اللي انا همتحن فيها موجودة عندي. طب ايه في المواد دي؟ قال لك في construction اركز على construction documents مثلا, عندي على ال procurement methods, عندي على construction operation, عندي construction safety. كل دي المواد اللي جوه المادة نفسها اللي انا اركز فيها. تمام, حلو, خلاص. يبقى انا كده عندي عرفت ايه اللي انا همتحن فيه, فيه علاقة بالاف اي. نيجي نبص كده على الان سي اس مثلا, او نبص على الريفرنس هاند بوك. انا مثلا عايز اكتب حاجه ليها علاقه او عايز ابص في الامتحان جالي الحته بتاعت ترانسبورتيشن, اجي ادور كده وادوس كنترول اف. اهم حاجه عندي في الموضوع ان انا ابص واكتب كنترول اف في الامتحان. هيبقى عندك الكتاب برضو بي دي اف زي ما موجود عند حضرتك دلوقتي بنفس الصيغه, بس الشاشه بتكون مقسومه حتتين, نص نص يمين ده السؤال والاجابات بتاعتي اللي انا اختار منها, والنص الشمال الريفرنس هاند بوك زي ما موجود قدام حضرتك دلوقتي بس واخد نص الشاشه بس. زي ما قلت لحضراتكم انا عندي مشكله ان انا مش عارف اطلع ايه في الكتاب, كتاب كبير, كتاب ضخم. هكتب يعني انا بدور على حاجه دلوقتي ليها علاقه بالترانسبورتيشن, هكتب ترانسبورت, اقول له من فضلك كمل انت بقى ترانسبورتيشن, وعايز اطلع الشابتر بتاع الترانسبورتيشن, او عايز اطلع بالظبط الشابتر بتاع الترانسبورتيشن. هو جه عمل حصر وطلع ان هم 8 فوق 8 مرات كلمه ترانسبورتيشن بتتكرر عندي في الكتاب. ادخل اعمل كده ترانسبورتيشن, طلعت من اول مره. يبقى ده التوبيك بتاع الترانسبورتيشن, ادي التوبيك اهو موجود قدامي عندي, وادي التعريفات بتاعه السيمبلز, ودي ادي القوانين بتاعه الترانسبورتيشن. لو حضراتكم فاكر ده كان السايد ديستنس, وده كان مثلا الريد او الفيجل سيجنال تشينج انفرتر, دي اليالو مثلا بتاع انا عايز مده الاشاره الصفراء قد ايه, وحاجه مثلا ليها علاقه بالاس اس اس دي اللي هي ستوبنج سايد ديستنس, ودي عندي الار اللي هي ريد انفرتر. كل الحاجات ليها علاقه بالسيفل انجينيرنج هتلاقيها موجوده, وليها علاقه بالترانسبورتيشن موجوده قدام حضرتك. ده الموضوع بتاع الـ NCS أو الكتاب بتاع الريفرنس هاند بوك. نرجع تاني للموضوع بتاع الكالكوليتر بوست, بتأكد بس إن موجود قدام حضراتكم. ناس كتير قوي بتسألني في الامتحان هل أنا محتاج أدوات وأنا داخل الامتحان؟ لا, حضرتك تدخل الامتحان ومعاك الكالكوليتر بتاعك بس, بيبقى معاهم قلم, بيبقى معاهم البورد اللي حضرتك هتستخدمها عشان تكتب عليها, او الكراسه اللي حضرتك هتعمل فيها حساباتك, ومعاك طبعا معاهم الاستيكه, ومعاهم في مرجع الماده العلميه غير ده طبعا يا باشمهندس. بالنسبه للحل والمسائل في اكيد ده الريفرنس هاند بوك, ده موجود القوانين فقط لا غير, يعني هو مش موجود فيه مسائل ومش موجود فيه طبعا حلول. في عندنا كتب كتير, ولكن انا انصح حضراتكم بكتابين, هتلاقي واحد منهم بفلوس وهتلاقي واحد منهم ببلاش, كتاب اقبال وكتاب ليندا بوك. بس طبعا يعني بيبقوا كبار شويه, حضرتك ممكن تخط من عدد المسائل الموجوده, هتلاقيهم كتير شويه, ولكن هم احسن كتابين دلوقتي لما تيجي تتكلم فيهم. خلي بالك ان كتاب ليندا بوك ده فيه كذا فيرجن, فتقريبا كان عامل 150 200 دولار مش فاكر الرقم بالظبط على امازون. بس من كتب لو سمحت. حاضر ماشي, عندي كتاب اقبال, كتاب ده واحد الصوت غير واضح, ماشي حاضر هعلي صوت شويه. عندي كتاب اسمه كتاب اقبال ده عامله حد باكستاني اسمه الدكتور محمد اقبال. ممكن تكتب كده اي كيو بي اي ال اقبال. الكتاب الثاني ليندا بير ال اي ان تي اي ار بي ار اي سي كي. بس هتلاقي زي ما قلت لحضراتكم الكتاب بتاع ليندا بير ده هيبقى بفلوس, كتاب اقبال ده هو اللي اعتقد ان هو كان ببلاش. بالنسبه للكالكوليتر بوليسي, الكالكوليتر بوليسي زي ما قلت لحضراتكم هو ما ينفعش حد يدخل باي كالكوليتر, لازم يكونوا موحدين القصه بتاعت الكالكوليتر ده.
اي حد يدخل الامتحان لازم يكون معاه كالكوليترز معينه. الكالكوليتر اللي احنا هنشتغل بيه هو كالكوليتر كاسيو اف اكس 991، ده احسن كالكوليتر، او كالكوليتر اف اكس 115. بالنسبه للكالكوليتر هو موجود قدام حضراتكم اهو، ده شكل الكالكوليتر اللي حضراتكم المفروض تدخلوا بيه الامتحان. ممكن ده برنامج انا كنت عامله ايه الكمبيوتر. ماشي يا باشمهندس اسامه. سلام، هل انت كنت تخص جميع التخصصات الهندسيه؟ ممكن صوتي على شويه. حاضر. اقبال، صحيح صحيح باشمهندس، اللي كتب اقبال كتبه صح. الكتب دي مش لكل التخصصات الهندسيه يا باشمهندس، كتاب اقبال اللي انت بيرك في منه سيفل، وفي منه الطب الثاني اعتقد انفايرمنتال، مش موجود فيه كل الكتب، مش موجود فيه كل التخصصات الهندسيه. التخصصات دي موجوده لمدني، لكن بقيت الحاجات موجوده في كتب اخرى. عايزين نتكلم بس نطمن حضراتكم على الباسنج ريتس بتاعه التوبيك بتاعه الامتحان. امتحان مثلا زي امتحان الاف اي سيفل، امتحان الاف اي سيفل اللي بيمتحنه مثلا في سنه 2000 او الفتره من جون 2019 لجون 2020 امتحنوا 3770 مهندس. او دي العينه اللي هو خد فيها، هو امتحن اكتر من كده بكتير، بس دي العينه اللي هو خد منها العينات بتاعه النجاح. عينات النجاح في 3770 مهندس دول 65% بالنسبه للسيفل. بالنسبه للكيميكال عينه النجاح كانت 73% 67% والى اخره. طبعا عينه النجاح غير النسبه نفسها بتاعه الامتحانات، يعني انا ممكن احط نسبه اللي يجاوب اكتر من 70% ينجح، بس نسبه النجاح للناس نفسها كانت 60%. انا عايز اوصل لحضراتكم الفرق ما بين نسبه النجاح ونسبه ان حد يجاوب اسئله قد ايه في الميه، نسبه الاسئله او الاجابات الصحيحه عشان ينجح في الامتحان. يعني انصح حضراتكم بحوار التايم مانجمنت، لازم وانت بتحل او انت بتذاكر تشتغل او تتكلم في 3 بازز. اول حاجه انك انت لما تحس انك انت قادر انك انت تحل بسرعه، حل 80 في خلال 80 دقيقه تحل 40 سؤال، يبقى كده السؤال زي ما احنا قلنا في الاول هيتحل في قد ايه؟ في دقيقتين فقط، يبقى انت كده فعلا بتظبط الدنيا. ايوه حاضر يا باشمهندس. باشمهندس هنتكلم عن المعماريين. حاضر، بس في الاخر عايزين حضرتك بس نتكلم في حوار المعماريين في الاخر. نتكلم في نقطه ثانيه، الحته بتاعت انا مره الناس الامتحان، اول حاجه احنا قلنا هنحل 80 او 40 سؤال في 80 دقيقه. الفيز الثانيه اللي انا هحل 40 سؤال في 160 دقيقه، دي الاسئله الصعبه. الفيز الثالثه اللي انا مش قادر احل حاجه فيها، ده الفيز اللي انا اشوف انا اي حاجه فيه، هختار 40 سؤال موجودين عندي، ال 40 سؤال دول احلهم، اشوف انا هعرف احلهم في دقيقتين ولا هعرف احلهم في 4 دقائق، ولا انا مش عارف احل اي حاجه في اي حته خالص. بناء على الكلام ده انا ممكن اشير مع حضراتكم امتحان الامتحانات اللي في ايه اللي بتتكلم في الماثماتكس والبيزكس اللي هي كانت مورنينج سيشن. احنا عندنا قلنا في البي الاف اي موجود عندنا 9 توبكس، 9 جنرال و9 تخصص. التسعه الاولانيين بنقول عليهم مورنينج اكزام اللي هم قبل البريك. طبعا التسعه التانيين اللي هم ايفنينج اكزام، دول بنقولهم في اخر خالص. فممكن من التسعه الاولانيين دول او ال 55 سؤال في الاول هنحاول ان احنا نشير مع حضراتكم الاسئله دي وتحلوها. والاسئله دي تشوف هل انا في انهي مستوى؟ عرفت ان انا احل ال 55 سؤال او اختار بقى من 55 سؤال 40 سؤال واحلهم في 80 دقيقه ولا حلهم في 160 دقيقه ولا اخر. دي بس الحته بتاعت اللي انا اشوف مستواي فيه، بناء عليها هشوف انا محتاج مثلا اخد كورس ولا مش محتاج اخد كورس، هل انا محتاج احل اكتر ولا ادخل على الامتحان على طول. طبعا لو انا حليت ال 40 سؤال في 80 دقيقه فانا كده محتاج ادخل الامتحان على طول، بس اراجع حاجات بسيطه وادخل الامتحان. طب انا لو حليت ال 40 سؤال في 160 دقيقه، ان هو كل سؤال خد مني 4 دقائق، يبقى انا كده محتاج اذاكر، محتاج اخد كورس، او محتاج بس الم الليل. لو انا ما حليتش اي حاجه خالص يبقى انا كده اعمل ايه؟ لازم اخد كورس او لازم
هشوف طريقه احسن بيها مستواي. طبعا اي حد ممكن يمتحن انفايرمنتال، لو هو سيفل ممكن يمتحن انفايرمنتال، ولو هو انفايرمنتال ممكن يمتحن سيفل. طالما الترانسكريبت بتاع حضرتك او حضرتك اللي موجود في الجامعه كان في مواد سيفل او كان في مواد انفايرمنتال، انصح حضرتك انك بعديها تمتحن اف اي بكل تخصصات. هنقول لحضرتك ترجع النقطه بتاعه، كان في حد بيسال ازاي ادخل اعمل ريجست على ام ان سي اس او ازاي اسجل الامتحان. نرجع لحضراتكم تاني في النقطه بتاعه، انا دلوقتي فاتح الموقع بتاع account.ncs، اتاكد بس ان الشير موجود عند حضراتكم، account.ncs.org. الاكونت ده موجود قدام حضراتكم، انا دخلت عملت هنا خلاص، ده عشان كنت عامل لوجن هنا. لو عايز اعمل ريجست للاكزام جديد خلاص هعمل ساين اب زي ما حضراتكم شايفين، ويجي المنظر قدام حضراتكم كده، ويجي ادخل اعمل ريجست فور اكزام، ادخل يقول لي انت عايز تعمل ايه. طبعا هو المنظر هنا هيختلف، هو عنده هنا مشكله ان هو انفورميشن ماست ريفيو قبل 90 يوم ريجست فور اكزام، عنده مشكله بس ان هو لازم في صندوق تاني يعمله من تحت اللي هو بتاع البي اي والاس اي اكزام دوكيمنتس، بس ده كده بيعمل ريجست للبي اي مش لل او مش للاف اي. تعالوا نرجع تاني، انتوا هيجي دلوقتي بس ريجست فور اكزام، يجي تدخل على امتحان الاف اي على طول. انا مش هيجي عندي الصوره دي لان انا عملت باص لامتحان الاف اي، فكاني مش هدخل امتحان تاني. ده بس الموضوع بتاع ريجست الاكزام، ندخل على الاكونت، الاكونت انا بعته لحضراتكم اهو، او هبعت لحضراتكم اللينك بتاع الان سي اس وحضراتكم ممكن تدخلوا عليه بعد المحاضره. ده بالنسبه لان انا ازاي اعمل ريجست الاكزام، بس انصح حضراتكم محدش يعمل ريجست الاكزام الا ما يحل بالتقريب كده 40 او 50 سؤال ويشوف انا حلهم في قد ايه وعندي صح ايه وعندي غلط. طب نيجي نرجع نتكلم على الفيز بتاعت الاكزام. الفيز بتاعت الاكزام 175. هل الفيز بتاعت الاكزام او الاكزام ده ليه اكسبيرينس ديت؟ ملوش اكسبيرينس ديت، انت دخلت الاف اي هيفضل معاك لحد اخر العمر. بدفعهم ازاي؟ بدفعهم كريدت كارد او بدفعهم ديبت كارد، بدفعهم اونلاين. بس بعمل ابلكيشن الاول، الابلكيشن بتاعتي زي ما حضراتكم عارفين ان اليونايتد ستيتس متقسمه ولايات، هم عاملين امتحان بي اي للولايات. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي بعد ما انجح ان شاء الله وامتحان الاف اي واخد امتحان البي اي، بيبقى عندي حضرتك بيخير حضرتك تمتحن البي اي في انهي ولايه؟ تمتحنه في الولايه الفلانيه. خلاص تمام، همتحنه في كاليفورنيا، همتحنه في تكساس، همتحنه في اي ولايه انا حر. بي اي ملوش الحته دي، تمتحنه لو انت حضرتك متواجد في القاهره او في مصر، تمتحنه على نقابه المهندسين المصريه اللي هي اي اي اس. يعني حضرتك وانت بتسجل في الامتحان وتقول انا عايز امتحن، بيسالك انت عايز امتحن تبع انهي ولايه؟ لو في مصر نقابه المهندسين المصريه، طب في السعوديه نقابه المهندسين السعوديه. لو في اي او في زياده بتدفع نقابه المهندسين السعوديه بيطلبوا تقريبا يا 200 يا 2000 ريال حاجه كده، مش متذكر للاسف. بس في مصر ما بيطلبوش في زياده في نقابه المهندسين المصريه، تدخل تمتحن وخلاص. الفكره بتاعت الولايه او الفكره بتاعت النقابه ان هم عايزين يضمنوا انك انت في الحته دي كنت بتدرس هندسه، كنت متخرج كليه هندسه، بغض النظر عن المعادله، المعادله دي حته ثانيه بعد ما ان شاء الله حضرتك تمتحن الاف اي وتنجح تقول لهم انا عايز عادي خلاص، دي موضوع تاني. شوف السؤال، تخصص هندسه كهربائيه ملوش امتحان؟ لا ليه طبعا يا باشمهندس حسام، ليه امتحان. الامتحان زي ما قلت لحضراتكم موجود في سلايد فوق، ان كان في كهرباء وميكانيكا واهو قدام حضراتكم الاف اي، في كان بيسال باشمهندس عن كهربائيه هندسه كهربائيه موجود قدام حضرتك الكتريكال اند كمبيوتر، ونسبه النجاح فيه 67%. ده بالنسبه لازاي يعمل ريجست الاكزام وازاي يعمل طبعا الفيزا بتاعت الاكزام. هقول لحضرتك دلوقتي باشمهندس ابانون كان بيسال الاف اي ده البي اي والبي اي اني فيهم موضوع النقابه. موضوع النقابه موجود في امتحان الاف اي، بعد ما حضرتك تمتحن الاف اي وتعمل المعادله بتاع حضرتك بتروح تمتحن البي اي بس في تبع الولايه، حضرتك بتقرر بعد امتحان الاف اي الولايه بتاعتك. خلاص انا همتحن بعد كده البي اي في الولايه تبع كاليفورنيا، في الولايه تبع تكساس، كولورادو، انا حر.
لكن في الاف اي هي موجوده تبع مصر حضرتك او موجوده اي تبع دول عربيه كتير، هنمتحن الاف اي موجوده تبع الدول العربيه بتاعتي نقابه الدوله العربيه بتاعتي. حضرتك مش موجود في دوله عربيه وحضرتك عايز تمتحن الاف اي، حضرتك هتمتحن الاف اي برده على حسب الولايه بتاعه البي اي. ففي مصر والسعوديه البي اي او سوري عفوا الاف اي معترف بيها في النقابه، فهي اللي بتتضمن قدام الولايه او قدام الان سي اس. يعني لو متخرج من جامعه بره مصر ما مش عايش يمتحن في نقابه المهندسين المصريه، والله يا باشمهندس الحاله دي او باشمهندس الحاله دي ما ردتش قدامي. بس انصح حضرتك زي ما قلنا قبل كده ممكن روابط للجامعات الامريكيه، للجامعات الامريكيه. حاضر يا باشمهندس حاضر. بس حضرتك بنسال جامعات امريكيه ليه؟ اللي انا اقدم فيها ماستر ولا اقدم فيها الاف يو بي؟ برضه انا مش فاهم حضرتك يعني جامعات امريكيه. بالنسبه اللي كان بيسال جامعه بره مصر، سؤال حلو جدا يا باشمهندس. دلوقتي حضرتك ممكن تدخل على الان سي اس زي ما حضراتكم شايفين كده، وحاجه بسيطه جدا نيجي ندخل هنا ونكتب شات نقول لهم يا جماعه انا متخرج من الجامعه الفلانيه وعايز امتحن تبع الاي اس، هل ينفع ولا لا؟ الاي اس اللي دي نقابه المهندسين المصريه. هيقول لي اه حضرتك ينفع، هيقول لحضرتك لا مش هينفع. بس انا اعتقادي لا مش هينفع. حضرتك ممكن تتاكد برضو عشان نفرق بامتحان نجرب وامتحان الـ NCS. باشمهندس اسراء انا مش هفتي في حاجه انا ما اعرفهاش، نجرب انا ما اعرفوش، الـ NCS معروف طبعا هي اللايسنس او النقابه اللي في امريكا اللي بتمنح اللايسنس ان حضرتك تشتغل كـ BE او تشتغل FE. NCRB ما اعرفهاش للاسف، ولكن اعرف امتحان تشارتر مثلا. ده امتحان تشارتر ده المعروف مثلا في منتشر جدا في يوروب في انجلترا. لكن نكراب او ان سي اي ار بي انا اول مره بصراحه اسمع. بالنسبه لبقيه المحاضره او ده كان الحته بتاعه ازاي اجيب هيلب من ده برده الويلكم تو لايف شات اللي احنا كنا قايلين لحضراتكم عليه بتاع الاكونت بتاع الان سي اس. انا كده خلصت المحاضره، انا مستني اسئله حضراتكم، ولو حد عنده اسئله ممكن نتكلم فيها. باشمهندس اسامه كان عايز يتكلم في الاخر خالص، فانا هسيب لحضراتكم كلمه. اسمح لي اعمل مداخله وارد على ما يخص النقابه. باشمهندس انطونيو ماشي، باشمهندس حضرتك عايز تدخل تتكلم عن النقابه ماشي، هسيب لحضرتك دقيقه. بس باشمهندس اسامه هو كان طالب من الاول بصراحه ان هو يتدخل، فهسيب باشمهندس اسامه يقرر هل يدخل دلوقتي ولا نخليه في الاخر. حضرتك بالنسبه للمعماريين ماشي، باشمهندس كان بيتكلم عن المعماريين. المعماريين الموضوع بتاع المعماريين بسيط جدا، خلي بالكم حضراتكم احنا عندنا قبل كده زي ما قلنا اهو امتحان بي اي اركتكتشر بنسل اند بيبر، وعندنا امتحان الاف اي اذر ديسيبلينز. المعماريين الموضوع ببساطه يعني هم يركزوا على المواد بتاعه الاف اي. حضرتك تاخد الاف اي الاول بتاع الازر ديسيبلينز وتتمكن منها، وبعد كده نشوف امتحان البي اي. للاسف اللي واخدين البي اي اركتكتشر في مصر عدد قليل مش كتير، بيتجهوا لحاجات ثانيه زي الليد، بيتجهوا لحاجات بقى ليها علاقه بالديزاين، ربنا يعينهم بقى البرامج الكتير اللي عندهم ديزاين كونسبت. ولكن هو موجود امتحان البي اي طبعا، لان هي زيها زي اي وظيفة مطلوبة كمهندس أو تخصص مطلوب في أمريكا. لو حضرتك أو حضراتكم يعني البلان بتاع حضرتك إنك بتدور على ميجريشن، بتدور على هجرة، بتدور على شركة أحسن حر أركتكشر، أنصح حضرتك تاخد طبعًا الـ FE أصل ديسيبلينز الأول، وبعد كده تدخل امتحان الـ VE أركتكشر. هي أسئلة تانية موجودة متعلقة بالموضوع. إن كانت أنميوت ماي سيلف باشمهندس طب باشمهندس اسامه ممكن حضرتك تطلب من الادمن بقى ان هو يعمل انميوت لحضرتك. السلام عليكم باشمهندس احمد، ازي حضرتك؟ بعد اذنك بس هناخد مداخله من باشمهندس انطونيو، ويا ريت لو اي حد عنده اي مداخله بس يعمل راس هاند او يرفع ايديه عشان ناخد بس ايه بالترتيب. ومعانا مهندس اسامه طبعا اكيد بعد مهندس انطونيو. باشمهندس انطونيو اتفضل. باشمهندس انطونيو، باشمهندس انطونيو اتفضل. طيب باشمهندس اتفضل،
اهلا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. طب خلوني انا في الاخر، خلوا اسئله خالص خالص، قالوا باشمهندس احمد اتفضل. خلونا انا في الاخر خالص، انا بس عايز اعقب نأصل الامر بس في حاجه كده. اتفضل. ليه اهميه الكلام ده؟ بصوا انا يعني انا هحكي لكم حكايه، اوكي؟ والحكايه دي حصلت لنا شخصيا. ومعرفش كنت عارفين ولا لا، انا كنت اتعينت كاد مانجر، بعد كده بيم مانجر، بعد كده بيم ديفلوبر في شركه من الشركات المالتي ناشونال الكبيره في الشرق الاوسط. وبدانا رحله البيم من 2006 تقريبا 2007، وغيرنا المكتب كله بفروعه كلها للبيم، خدنا لنا حوالي سنتين ثلاثه حاجه زي كده يعني. فكان من زمايلنا ان في واحد في الشركه، انا عايز اقول لكم ان السي في الخاصه بالشركه طبعا غير السي في الخاصه بيك شخصيا، يعني كل شركه وليها السي في بتاعها. السي في بتاعها هو خبراتها، تاسست امتى، عدد المشاريع اللي اشتغلت عليها، نوعيه المشاريع ايه هي، حجم المشاريع وراس مال المشاريع، بالاضافه للاسيت بتاعها. الاسيت بتاعها اللي هو ايه؟ اللي هو الموظفين، اللي عندها كام بروفيسور دكتور، عندها كام استشاري، عندها كام خبير اجنبي، ودي مهمه قوي نركز ونحط تحتها كام خط، وهي دي النقطه بقى. فبالتالي حته انك انت في السي في بتاعك في الشركه عدد من الخبراء الاجانب، دي برضو بتفرق معاك في انك انت تقدر تاخد مشاريع كبيره وتدخل تاخد مشاريع من الحكومه او اي حكومه ثانيه او مشاريع من اي حد، على اعتبار ان انت شركه مالتي ناشونال وعدد الموظفين عندك كذا ونوعيه الموظفين كذا. اوكي، طيب اللي عايز اقوله ايه بقى، كان زميل لينا سافر كندا، قعد 4 سنين، اوكي، خد الجنسيه وكان هجره، خد الجنسيه ورجع. ف دي يعني رجع اشتغل في الشركة، عايز اقول لكم ان مرتبه الضاعف 3-4 مرات عن اقرانه وزمايله، على الرغم ان هي نفس الجثة. يعني هو راح، مش هنقول عمل PhD، او هو راح، اوكي، عدل الشهادة بتاعته او عادل الشهادة بتاعته، قعد 4 سنين أو 5 سنين على ما اذكر، خد الجنسية، رجع بالباسبور الكندي، اشتغل في الشركة، فتضاعف مرتبه عن أقرانه وزمايله اللي كانوا قاعدين من 4-5 سنين مع بعض، الاثنين مكتبين جنب بعض، ولكن الجثة هي. اللي عايز أقوله إيه؟ إن هو كده جه بقى خبير أجنبي. القصة ليه أنا بقول الكلام ده؟ وجهة النظر في إن الأجانب سواء في أوروبا أو أمريكا أو كندا أو تيفر، هم ميزتهم انهم عندهم ستاندرد لكل حاجه، اوكي، حتى الامتحان الاف اي ده ما هو الا ستاندرد معين للنولج، وبيز للنولج اللي هيجي يشتغل عندي في الشركه. بمعنى ان لو جبت اكتر من جنسيه وكلهم بدرجات او شهاداتهم كلهم نفترض سيفل انجينيرنج او اركتكتشر انجينيرز، ولكن من جامعات مختلفة وكل سواء محلية أو عالمية، لو هم واخدين الامتحان ده فإحنا بنتكلم في بيز معين في الانجينيرينج كلنا واقفين عليه نقدر نتكلم بيه. ما بقاش في واحد عنده ديفكشن في حتة معينة ومش قادر يدي فيها، أو عنده ويكنس في حتة معينة ودي في مجاله في تخصصه، لا، هو بيحاول يعمل ستاندردايزيشن لكل المجالات اللي اشتغل عليها، بحيث ان الناس اللي داخله تشتغل واقفه على جراوند بيز واحد. فهو ده ميزه الجماعه فورم، لذلك هم بيوحدوا كل حاجه. وده لا مش الدار، لا. وده احنا كنا في زهير فايز، وعايز اقول لكم ان الستاندردايزيشن لكل حاجه احنا متأخرين فيها، يعني احنا دايما ورا، لذلك في مصر يدوب لسه فاكرين يعملوا بيم ستاندرد. احنا كنا بنعمل بيم ستاندرد لمكاتب وبنعمل كاد ستاندرد من سنين، يعني اي بي دي ام بتعمل الكلام ده من سنين اكوردنج للناشونال كاد ستاندرد واكوردنج للناشونال بيم ستاندرد قبل اصلا البيم ايزو ما ينزل، اوكي.
فليه؟ لأنك أنت ميزة أنك تشتغل في شركات مالتي ناشونال بتبقى شركات بتوحد المجالات عندها سواء تكنيكال أو أدمينستريشنز أو whatever أيًا كان، فأنت بيبقى عندك الفيو بتاعك أو رؤيتك غير الناس اللي بتشتغل في مكاتب صغيرة. أوكي؟ حتى لو أنت بتشتغل في مكتب كبير ولكن الفيو بتاعك قليل، بس انت ترسم من ضمن التروس اللي موجودة، بس الفيجن بتاعتك مختلفة عن اللي بيشتغل في مكتب صغير وماسك كل حاجة. انت عشان تمسك كل حاجة انت مش هتتعلم حاجة. انما لما تكون ترس من التروس في مكتب كبير وتتعلم ومع الوقت بتكتسب خبرات، وبعد كده هتشيل مسؤولية اكبر، الفيجن بتاعتك هتوسع اكتر، وبعد تشيل خبرة اكتر، وبعدين تشيل مسؤولية تاني اكتر، بتترقى، الفيجن بتاعتك بتوسع، فدي خبرات متراكمة، رؤيتك للأمر مختلفة. يعني هات واحد اشتغل في شركات مالتي ناشونال وتنقل منها واخد خبرات بعد 20 سنة، واحد زميل لي اتخرج واشتغل في مكتب المكاتب الصغيرة وبيمسك شركات شغل مقاولات هنا ولا هنا ولا هنا، وهات ده حمله مسؤولية وهات ده حمله مسؤولية، ده هتلاقيه منظم أكتر، عنده فيجن، فاهم صورة أكبر، والتاني لسه برضو خبراته اكتسب خبرات في التعامل وفي الشغل وفي السوق والكلام ده، بس برضو مش عايز اقول لا يصلح، ولكن امكانياته ما تؤهلوش ان يمسك منصب في شركة من الشركات المالتي ناشونال. اوكي؟ لان ليهم طرق معينة في التعامل، استراتيجيات معينة، رؤية معينة، بلانز معينة. فاهم؟ لا يعني اللي عايز اوصله لكم انك لما تدخل في حاجه زي كده، ده مهم جدا ليك انك تاهل نفسك وانت سنك صغير، تحصل على شهادات زي دي، صدقوني هتفرق معاكوا كتير في شركات المالتي ناشونال. وشركات المالتي ناشونال احنا بالنسبه لهم تورطايه، احنا بالنسبه لهم الكحكه اللي بكل واحد يدخل في الشرق الاوسط، يدخل علشان ياخد منها شير. فاحنا كنا مقدمين بروبوزل في دبي، وشركة كبيرة كنا مقدمين بروبوزل نعمل الشوب دروينج ليها از اي بي دي ام يعني، ورحنا عملنا مقابلة في الشرقة، وهي شركة انجليزية. عايز اقول مش عايز اقول ان كان مشروع ميديكال بارك في السعودية، هم اللي كانوا بيعملوا الشوب دروينج، شركة انجليزية. هل ده معناه ان مفيش شركات عربية تقدر تشيل المشروع؟ لا، في شركات عربية تقدر تشيل، لكن هم حاطين ايديهم على التورتايه دي، عايزين ياخدوا منها. انت بالنسبه لك عشان تتاهل وتشتغل في مكاتب او شركات كبيره لازم تكون بتفكر بفكرهم، لازم تكون مؤهل زي الناس اللي بتشتغل عندهم، عشان هو يبقى ضامن ان الناس اللي هتجيله على جراوند بيز معين تقدر تبدا منه. اوكي؟ فده مهم، وده اللي كنت عايز اعقب عليه يعني، لان الامور دي مهمه جدا 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 ليكم، وخاصه الشباب اللي سنه صغير اللي متخبط. يعني عايز اقول اوضح حاجه كمان اخيره، ان الى الان، ودي هنعمل لكم محاضره فيها ان شاء الله برضو، السايت انجينير محدش عارف له تعريف، محدش عارف له نقدر جوب ديسكريبشن في مصر. فاهمين ازاي؟ اللي هو مهندس موقع ومهندس فني، محدش عارف ده ايه، محدش عارف بيشتغل ايه. انت بتخرج وانت شاب صغير يجي مهندس اكبر منك، تعالى ارميه في الموقع وسط العمال وبس. لا طبعا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها دوره تدريبيه تاهيليه، انت لازم تبقى فاهم انت هتعمل ايه، ايه هي البروسيجرز بتاعتك، فبالتالي لازم تكون عارف هتشتغل. فما فيش ستاندرد للكلام ده هنا في مصر. هنوضح الكلام ده، هنوضح ايه علاقة مهندس موقع والمكتب الفني، بعلاقته بالاستشاري، بالعقود. انت لازم يبقى ليك فاهم يعني ايه تعاقد، يعني ايه بنود تعاقد، الاستلامات وانواع الاستلامات. انت مش مجرد هتروح بتستلم عمود وتستلم حيطة وتروح تستلم سقف والكلام ده، الكلام ده كلام فاضي. مش هي دي بس، لازم عندك خبرات في الكلام ده، ولكن مش ده اللي انت اتأهلت علشانه. اوكي؟ فانا بس بعتذر ان اطلت اليكم وعليكم، وشكرا لكم. تفضل باشمهندس احمد، توكل على الله، انا اسف لإطالة، وشكرا لكم. شكرا جزيلا.
شكرا يا باشمهندس اسامه. حد كان بيسال بس على تيست سيميليشن، اكيد ان شاء الله في الكورس عندنا تيست سيميليشن. بمناسبه الكورس هيبقى فيه ثلاث امتحانات موك اكزام، وعندنا اكتر من 1000 سؤال هنقعد نقسمهم على 20 محاضره ان شاء الله. كل 20 محاضره عندنا تقريبا عدد ساعات الكورس كله 100 ساعه، منهم 60 ساعه محاضرات و 30 ساعه براكتس، وفي منهم 10 ساعات امتحانين موك هنحلهم. فكل الكورس على بعضه 100 ساعه. طبعا بالنسبه للسيميليشن فكده خلاص احنا رديت على النقطه دي. بالنسبه بقى للنقطه الثانيه شكل الامتحان، لان زي ما قلت لحضراتكم الامتحان هحضر له مثلا في خلال 3 شهور مش اكتر، يعني بكتير قوي 3 شهور لو انا كل يوم هاخد من ساعتين لاربع ساعات. شكل الامتحان زي ما قلت لحضراتكم 110 سؤال. بيبقى عندي الشاشه بتاعه الكمبيوتر او السي بي تي او الكمبيوتر بيست اكزام، لان خلاص هروح امتحن في السنتر بتاعهم. يمين عندي الاسئله بالاجابات الموجوده، وشمال عندي حضرتك الريفرنس هاند بوك او الكتاب اللي انا هطلع منه كمان. ده بالنسبه لشكل الامتحان. في فيديوهات على اليوتيوب ممكن اشيرها لحضراتكم برده بتتكلم عن 8 دقايق توتوريال ازاي احل الامتحان، بس ان شاء الله بعد المحاضره. شهادتي دلوقتي ادخل الامتحان اذا كانت من خارج مصر. حضرتك مش محتاج تعادلي الشهاده، انت بتعادلي الشهاده بعد الامتحان مش قبل الامتحان. يعني انا بدخل الامتحان بتاع الاف اي، هدخل بس ان انا ادخل على موقع الان سي اس واسالهم انا الجامعه بتاعتي الجامعه الفلانيه، هل النقابه المصريه معترف بيها؟ هيقول لك اه تمام خلاص هتمتحن الاف اي عند او بضمان الاي اس او النقابه المصريه. فهتمتحن بدل ما تمتحن على الولايه هتيجي امتحن على النقابه المصريه. ده بس بعد كده ادخل خالص بعد ما اخلص الاف اي وحضرتك تنجح تدخل عادل الشهاده بتاعتك. عادل الشهاده بتاعتي ازاي؟ بجيبها بعد الترانسكريبت بتاع الجامعه بتاعي لهناك الان سي اس، وبديهم 350 دولار واقول لهم من فضلك قيم الشهاده بتاعتك. في ناس بيبقى عندها مشكله ان هو عدد ساعات بتاعتها مش كفايه، بيدخل على الاي او سي مثلا في مصر او على كبت تقريبا، بيدخل يعمل امتحان يعادل فيه الساعات بتاعتي. يعني انا الساعات المعترف بيها من الجامعه بتاعتي 210 ساعه، اللي هم طالبينها هناك 220 ساعة، فأنا عندي مشكلة في 10 ساعات، ال 10 ساعات دي هدخل أعادلهم بمادة 3 ساعات، مادة 3 ساعات، مادة 4 ساعات في الـ AUC. المادة العلمية إن شاء الله هبعتها لحضراتكم في الكورس. إيه عدد محاولات الرسوب المسموح بها الامتحان؟ ممكن في كريتيريا معينة بتقول إن أنا إذا اتجاوزت امتحان ممكن ممنوع أرجع أدخله مدة زمنية؟ لا مفيش كده. شكرا تسلم على المحاضره. تمام. من شان تصنيف الشركه ودرجاتها لاختبار متاح بالجامعه الامريكيه بالقاهره، صحيح موجود برضو في جامعه مصر في القاهره يا دكتور ابراهيم. لو سمحت انا داخل سنه رابعه اتصالات، فلو همتحن قبل التخرج هل ينفع امتحن مع اي بورد امريكي ولا لازم امتحن مع بورد النقابه؟ نصيحتي ليك يا باشمهندس كرولوس امتحن مع النقابه المصريه لو انت في مصر، ولو انت في السعوديه تمتحن تبع النقابه المهندسين السعوديه. تحجز وتدفع رسوم الاختبار حسب مستوى الاختبار. تمام. مساء الخير، انا مهندس ميكاترونكس خريج 2018، المفروض الاف اي لو عايز احضر الامتحان امتحن اني قسم؟ حضرتك يبقى عندك الاوبشن يا اما تمتحن ميكانيكا يا اما تمتحن كهرباء، حضرتك ليك المطلق الثاني. طب انا اعرف منين؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بدخل على الان سي اس او اكتب كده على جوجل ريفرنس هاند بوك 9.5 NCS داونلود فري مثلا، ادخل هلاقي عندي السبسكريبشن بتاعه المواد دي زي كنت مشيرها لحضراتكم. ادخل هنا هي دي المواد، وادخل تحت خالص في السبسكريبشن تحت خالص، واجي ابص على المواد بتاعه الكهرباء والمواد بتاعه الميكانيكا واشوف اني اللي كان اقرب ليا. يعني دي ميكانيكا، دي مواد ميكانيكا، انا واخد كليه ميكاترونكس، واخد مثلا ماثماتكس، واخد ميكانكس اكتر، واخد اكتر من الكهرباء، خلاص هدخل على السبسكريبشن بتاعه الميكانيكا، هدخل بتاع السبسكريبشن بتاعه الكهرباء واشوف اني احسن. حضرتك ليك الحق انك تمتحن الاثنين. السؤال اللي بعده. مساء الخير. ماشي تمام. لازم بعد ما نخلص دراسه هندسه تحصل على شهاده هندسه من الجامعه؟
فساعدنا في بي دي اف لو متاح مثير ممكن الامتحان. حاضر يا باشمهندس صوفي، اتمنى فتح المايك. تمام باشمهندس انطونيو، ممكن حضرتك تفتح مايك. بس السؤال الاخير، عدد الساعات عندما تكون ناقصه امتحان فقط ام ادرس الكورس لساعات ناقصه؟ حضرتك لو مصر في اوبشنين، حضرتك عندك موضوع كليب ان حضرتك تذاكر مع نفسك في كليب اللي هو سي ال اي بي، امتحن وذاكر مع نفسي. والموضوع الثاني اللي هو طبعا اللي انا اخد مواد في الاي او سي مثلا، ونفترض ان احنا في مصر الاي او سي في التحرير او في مصر دي او يعني هي كانت تقريبا مصر الجديده، اخد المواد دي والمواد دي تروح للان سي اس واقول لهم ان دي المواد بتاعتي انا، من فضلك اعتمدها لي وخليها تبع المواد بتاعه الهند. ممكن ريفرنس هاند بوك. باشمهندس احمد بيسال، ما فيش مشكله باشمهندس، يعني انا هقول لحضرتك ازاي بنجيبه على جوجل. برضو انا مش محتاج اكتب على جوجل غير ده، هقول لحضرتك برضو هيحصل، هيجي لي في اول حاجه في السيرش، اكتب الكلام ده في السيرش بتاع جوجل اللي هو في اف اي ريفرنس هاند بوك 9.5 فري داونلود. اول نتيجه بحث هتطلع عندي ادخل عليها هيجي لي ده الامتحان او ده الريفرنس هاند بوك بتاعي منزلاه جامعه ميسيسيبي. انا اكسملي سوري دوت اي تي في زين انت زين اي سوري. تمام يا باشمهندس، على حسب برضو بالنسبه للمواد الناقصه ازاي اعرف محتاج امتحن اني مواد. باشمهندس احمد هقول لحضرتك، انا ما اعرفش الجامعه اللي حضرتك متخرج منها، وكل جامعه اكيد تختلف. اكيد لو انا هعرف جامعه او اثنين مش هعرف كل الجامعه، فهنضطر ان احنا ندخل على الان سي اس برضو كده، ندخل على الان سي اس اكونت واكتب تحت في الشات انا عايز اسال يا جماعه لو سمحت الجامعه بتاعتي اللي هي اسمها كذا هل محتاج كم ساعه؟ هيقول لحضرتك مثلا محتاج 10 ساعات، محتاج 5 ساعات، محتاج وهكذا. فلما اشوف الساعات بتاعتي ادخل بعديها اقول بقى للاي او سي او للكليب انا عايز ماده ب 8 ساعات، عايز ماده ب 4 ساعات، عايز ماده ب 3 ساعات والى اخره. بس ده الموضوع ببساطه. نقطه كمان، ازاي نحصل على تسجيل المحاضره دي مع برضو حضرتك ممكن تبعت رساله بقى للصفحه بتاع بيم اريبيا والاي دي بي ام، وانت ممكن نعرف الكلام ده. في جروبات واتساب للدارسين نقدر نتابع مع بعض من خلال اثناء فتره المذاكره والامتحانات. بس ممكن بقى ان شاء الله في الدوره باذن الله نعمل جروب ونذاكر مع بعض. انا متخرج هندسه مدنيه جامعه من السعوديه، هل محتاج كورسات اضافيه لدخول الامتحان؟ كان لسه في حد بيسال فوق يا باشمهندس ان هو شايف يعني ممكن يكون محتاج كورس او حد مش محتاج كورس الاف اي، لكن هي على حسب الجامعه، على حسب انا كنت شاطر في الجامعه ولا لا. ممكن اكون الاول عندي على الجامعه بتاعتي والمواد اللي انا خدتها في الكليه كلها فاكرها لحد النهارده، لسه متخرج جديد انا مش محتاج كورس. او ممكن محتاج كورس لو انا ما كنتش شاطر، لو ما عنديش وقت، لو انا عايز اطمن عايز اجيبه من اول مره لان انا مستعجل عايز اجيب البي اي، فساعتها هختار طبعا هحتاج كورس. فهي الامانه العلميه انت هتحتاج كورس انت لما يكون ما عندكش وقت، لما يكون متخرج بقالك كتير فانت نسيت انت عامل ايه، عايز تضمن انك انت ان شاء الله نسبه نجاحك في الامتحان دي 100%. كل ده هيوفروا لك كورس اكيد. لو جامعه القاهره انا متخرج هندسه مدنيه، تمام. بس يا جماعه ازاي نحصل على تسجيل المحاضره؟ قلت لحضراتكم في جروب واتساب، متخرج هندسه مدنيه من جامعه سوريا. عندي معلومه محدده ولا محتاج اسال؟ بص يا باشمهندس احمد، حضرتك برده مش محدد القسم بتاع حضرتك. لو حضرتك هندسه مدني ف الكورس هيبقى للسيفل بس. هو لحد دلوقتي يا باشمهندس بنوب هو للسيفل بس. بالنسبه للمهندس اللي كان بيسال موضوع القاهره هتحتاج 6 ساعات لو مدني 6 ساعات. 6 ساعات عندك، حضرتك عندك 2 اوبشن. الاوبشن الاولاني اللي انا اسجل تبع الاي او سي مادتين، يا اما اسجل تبع كليب برضو مادتين او امتحان فيه 6 مواد. في امتحانات في كليب 5 او 6 ساعات.
شابتر كومبيتيشنال تول منفصل في هاند بوك. شابتر هاند كومبيتيشنال تول يا باشمهندس محمد، او شكل باشمهندس محمد بدا يذاكر. باشمهندس محمد شابتر كومبيتيشنال مش منفصل في الريفرنس هاند بوك، موجود في الحته بتاعه الكوميونيكيشن. يعني لو حضرتك دخلت في الكوميونيكيشن هتلاقي الحته بتاعه الكومبيتيشنال. الكومبيتيشنال تولز كلها بيتكلم عن الاكسل. ايوه مساء الخير باشمهندس ابانوب. انطونيو. انطونيو ايوه ازيك عامل ايه؟ معلش انا عشان بنحاول ندخل بقالنا شويه وكان في مشكله في المايك. طبعا بشكر زميلي باشمهندس محمد اشرف ان هو اتاح لي الفرصه وفتح المايك دلوقتي. طبعا شكرا جدا لحضرتك وشكرا للحضور كلهم. انا بس حابب اوضح نقطه خاصه باللي هي الامتحان. لو انا من بره، لو انا واخد الجامعه من بره، ايه طريقه الامتحان لو انا معايا النقاب؟ احنا ببساطه من 2015 كان تعاون ما بيننا، كان قابه مهندسين ومع دكتور طارق شوقي اللي هو وزير التربيه والتعليم الحالي اللي كان قبل كده عميد لهندسه الجامعه الامريكيه، قدرنا نوصل ان احنا نتيح الامتحان الاف اي لكل الطلبه او كل المهندسين المصريين او اي حد بيحمل كارنيه نقابه المهندسين. يعني انت في الاخر بنتعامل بكارنيه النقاب. يعني حضرتك اللي جه من بره لو هو عادل شهادته ودخل النقابه وشال الكارنيه بتاع نقابه المهندسين فهو اوريدي هيمتحن عادي كانه تابع لنقابه المهندسين. ف 2015 كان في تخفيض $50 ايام ما كان الامتحان على ما اتذكر $250، فكان بينزل لي اللي معاه كارنيه النقابه ل $200. النهارده الامتحان تقريبا بنفس السعر، فخلاص فكره الخصم ذات نفسه ما بقتش موجود. ده بس كانت المداخله الخاصه بالنقابه، او لو هو جاي من بره هيقدر يستفيد بده او لا. اتمنى ان اللي سال السؤال يكون لسه موجود وسمع الاجابه. وطبعا شكرا جدا لمجهود حضرتك وشرحك الوافي لطريقه الامتحان وادائه، وشكرا جدا لتعبك. اسف للاطاله جدا. انا اللي بشكر حضرتك يا باشمهندس، كتر خيرك يا باشمهندس انطونيو. دي معلومه جديده بالنسبه لي انا شخصيا، احب اشكر حضرتك. طب بعدتنا حضرتك في المهندس عادل ودكتور ابراهيم، عايزين نسال حضرتك وبس. بفكر الناس ان احنا في اخر المحاضره بناخد صوره تذكاريه، فاللي عايز يجهز الاوضه ويجهز الكاميرا يعني براحته. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام يا باشمهندس. اهلا باشمهندس احمد، مهندس عمر. بنرحب بحضراتكم وبنشكركم على يعني العرض الجيد وعلى اقتحام هذا المجال، واحنا بنرفع صوتنا مع المهندس اسامه ان الموضوع ما هواش برضو الستاندرد بتاع البيم بس، لا احنا بنحاول في مصر نعمل قانون او لائحه لقانون مزاوله المهنه. والحقيقه مزاوله المهنه دي مشكله كبيره، لو اتبعناها هنرفع مستوى الجوده لكل المهن مش المهندسين بس. اي مهنه لازم يكون لها تصريح مزاوله مهنه. النهارده السواق ما بيقدرش يمسك عجله القياده لما يكون معاه رخصه، اي واحد بيقابله يقول له فين رخصتك. برضو المهندس، معلش مع احترامي ما قد يزعل مني البعض، مش يكفي ان انا اخد الشهاده الاكاديميه من احد كليات الهندسه عشان ازاول المهنه، لازم فعلا زي ما بره بياخدوا الاف اي ثم البي اي عشان يزاول المهنه بياخد شهاده. يعني انت بعد ما تتخرج لازم تاخد كورس وامتحان تاني للبروفيشنال انجينير عشان تمسك سايت وتبقى مسؤول عن كوبري هيعدي عليه ارواح، او عن عمارات هيسكن فيها ارواح بني ادمين. لازم الدكتور يبقى معاه لايسنس، الطبيب يعني الصيدلي، المهندس، حتى بره مجرد السباك نفسه لا، لو ما كانش معاه لايسنس ما بيشتغلش. اللايسنس دي بياخدها عن دراسه مش عن خبره فقط، يعني خبره ودراسه في نفس الوقت. فاللي احنا بننادي بيه ان احنا ان شاء الله، ويعني والحمد لله نقابه المهندسين العام الماضي اصدرت لائحه مزاوله المهنه، وبنامل انها تتحول الى قانون بحيث يبقى المهندس مش هينفع ينزل يمسك موقع الا اذا كان معاه اللايسنس دي. وده مش عيب يعني، ده الدراسه اللي احنا درسناها في الجامعه تحترم، ولكن الدراسه العمليه اللي بتخليني امسك موقع وابقى مسؤول عن
مباني وعن منشآت هيسكن فيها أرواح ويتعلق بها الطابع العام للهندسة والذوق العام، بنلاحظ شكاوى كتير من الناس يقول لك ايه ده الشكل ده، في الشكل ده يعمله مهندس، حتى التلوث البصري والتلوث البيئي الكلام ده كله هينتفي اذا الواحد درس الستاندرد وخد الشهادة اللي هو شهادة مزاولة المهنة، بياخدها برضو عن جدارة مش بياخدها مجرد شهادة فقط. فانا اسف يعني على الاطالة، وده يعني مطلب يمكن اللي انتم بتعملوه ده هو بداية ان احنا نعرف المهندسين ان في امتحان تاني انت بعد ما تتخرج لازم تبص عشان تشتغل، يعني لازم. وبعدين مش عشان تشتغل، الباشمهندس اسامه قال لك انت الفاليو بتاعتك بترتفع اما بتاخد الشهادات ديت، مرتبك بيتضاعف. احنا مش بندور على المرتب بس، احنا بندور على جودة المهنة، عودة المهندس الماهر، عودة العامل الماهر. شوف المنشآت اللي اتعملت في الخمسينات او في الستينات من قبل الانجليز، وشوف جودة المباني بتاعتها، جودة البياض، جودة الكباري القديمة على الري، منشآت الري. شوف المنشآت القديمة قوي، القناطر القديمة، وشوف المنشآت دلوقتي. يعني مع احترامي احنا عاوزين ان نرتفع بمستوى المهنة تانية. كانوا بيجوا مصر عشان ياخدوا، يقول لك مصر مشهورة بالعمالة المهرة، بيجوا يستوردوا عمالة من عندنا عشان كانوا ايه ماهرين في صناعتهم، سواء كل المهن، يعني مش بتكلم على المهندس بس. فأنا آسف على المداخل الإطالة، وبشكركم على حسن الاستماع. شكرا يا باشمهندس كتر. أنا بس عايز أتكلم في حاجة عشان كان بيسأل على المحاضرة أو الكورس نفسه عامل إزاي. ده الكورس أنا كنت كاتب المحاضرة بتاعت الكورس، وكاتب الكورس انكلودد ايه، احنا قلنا 60 ساعة و 30 ساعة و 10 ساعات كله على بعضه 100 ساعة. طبعا هنتكلم فيه بالانجلش وبالعربي على قد ما نقدر، المصطلحات نقولها باللغتين. طبعا حضرتك هتاخد كومبيتيشن سيرتيفيكيت في الاخر، عندك حضرتك 2 براكتس اكزام او سيميوليشن اكزام، واكتر من 1000 سؤال متوزع على ال 60 محاضرة. ده سكادول للكورس، وده الليكتشرز اللي متقسمة، كل ليكتشر هناخد فيها ايه. ده اللي كان بيتكلم بس على الكورس، اكيد هينزل بعد كده على بيم اريبيا او اي دو دي ام التفاصيل بتاعت الكورس بطريقه ثانيه. بس هرجع كده للي كان بقيه الاسئله، معلش هرد عليها سريعا. هو البي اي لا للاسف مش محاضره، باشمهندس رضا اللي كان بيسال، البي اي ملوش علاقه بالمطوله، البي اي خلاص انت بقيت كده منك للان سي اس، فتتعامل بالولايه بتاعت حضرتك. كان حد بيسال عن موضوع الخبره، هو في حاجه احنا كنا ما قلناهاش، البي اي من شروطها ان حضرتك تكون واخد 4 أو 5 سنين خبره هندسه، يعني اشتغلت. ما ينفعش طبعا حضرتك تبقى استشاري او مسؤول عن كوبري من غير ما يبقى فيه عدد سنين خبره ريكوايرد بعد امتحان الاف اي، او مش بعد امتحان، بعد الاف اي بحضرتك من ساعه ما تتخرج ممكن يبقى عندك خبره مثلا 4 أو 5 سنين، وبعد كده بتدخل امتحان بي اي. يعني المسافه ما بين او الفتره ما بين الاف اي والبي اي مش محدده، لكن الفتره ما بين التخرج سنه التخرج والاف والبي اي هي المحدده. يعني انا ممكن امتحن النهارده الاف اي اخده تاني يوم همتحن البي اي، انا حر، بس امتحان البي اي لازم يكون بعد التخرج بعد سنين معين. اكيد ما فيش مهندس خارج جديد هيرجع برامج، تمام. روابط المحاضرات، وفي حد تاني بيسال، تمام. بس انا كده شاكر لحضراتكم، لو حد كان عايز يسال سؤال تاني مفيش مشكله. باشمهندس محمد اشرف ممكن بقى نشوف لو حد عنده أسئلة أو حاجة. شكرا لحضراتكم، وأي سؤال أنا تحت أمرك. ألف شكر لحضرتك يا باشمهندس أحمد. هنبدأ نفتح الكاميرات، فيا ريت المهندس أحمد يشارك الكاميرا معانا، ناخد صورة تذكارية. في سؤال لحضرتك بيقول الكورس هيبقى إمتى؟
الحد اللي كان بيسأل أو أستاذ باشمهندس أحمد كان بيسأل عن الكورس هيبدأ إمتى؟ الكورس هيبدأ إن شاء الله بعد العيد بإذن الله، إن شاء الله الكورس هيبدأ بعد العيد. بإذن الله في برضو تكملة للكورسات الفترة اللي جاية دي إن شاء الله. فتحة كتابة وصاحب بمأربية تقريباً عندنا كل يوم محاضرة، وفي كورس برمجة مع المهندس أسامة، أسامة عليوة. فإن شاء الله يعني من الكورسات النادرة والقوية بإذن الله. شكرا جزيلا باشمهندس احمد وباشمهندس محمد اشرف معانا في التحضير، وشكرا لكل الناس اللي شاركوا معانا. الله يكرمكم ويجزيكم كل خير. وان شاء الله يعني الفيديو هتلاقوه على صفحه بيم اريبيا وبيتبث على طول مباشر، فهتلاقوه موجود دلوقتي وهنرفعه ان شاء الله النهارده على القناه برضه باذن الله. في سؤال بيسأل ليه كورس البرمجة في فيديوهات ما نزلش على القناة؟ لا، هي هتلاقي رابط، هي نزل على القناة بتاعت الباشمهندس أسامة عليوة وحاطين احنا الرابط موجود. تمام، هو بيعملها مونتاج وبيرفعها على القناة عنده. تمام، جزاكم الله كل خير وشكرا ليكم، وإن شاء الله يعني ربنا يتقبل منكم رمضان بإذن الله. السلام عليكم باشمهندس. معلش قبل ما تنزل. دكتور، اتفضل دكتور. معلش النت فصل عندي. لا تفضل. الله يبارك فيك باشمهندس. بس باشمهندس وليد كان في سؤال، كذا سؤال لي. اولا احنا هنا في السعوديه عندنا الوقت بدا يتفاهم موضوع الشهادات بالنسبه للاف اي والبي اي والليفلز بتاعتها كلها. ففي اتفاقيه ما بين هيئه السعوديه للمهندسين ونقابه المهندسين، ما فيش اي مهندس هيبتدي يخرج من مصر لما يكون حصل على الشهادات دي. هم يعني الاتفاقيه موجوده بس لسه هيفعلوها كمان شهور، كمان اقل من سنه. الموضوع ده اوريدي اجريمنت ما بين الهيئه السعوديه للمهندسين ونقابه المهندسين في مصر. خد بالك الموضوع طبعا انت عارف طبعا بحكم ان انا عضو مجلس اداره في جامعه المهندسين المصريين هنا، على تواصل مع النقابه ودايما اجتماعات معهم دايما. فيعني الاختبارات دي اساسيه وضروريه لكل مهندس ولابد انه يسعى انه يحصل عليها، سواء من اي مكان معتمد من الاختبارات المعتمده في القاهره زي ما الباشمهندس قال. انا اعرف دايما الجامعه الامريكيه المعتمده ودي اللي انا عندي فكره بيها وكل الناس اختبرت فيها، وممكن يختبر من على كذا مكان معتمد من خلال المنظمه نفسها. تمام، الف شكر حضرتك يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور، خطوه كويسه ما شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. وانا يعني اولا شكر لسعادتك مخصوص، يعني ما شاء الله عليك، ربنا يجزيك الف خير. الله يكرمك ما شاء الله، ما شاء الله، الله اكبر. يعني ناس مميزين الحضور والدكاتره والمهندسين الافاضل، يعني ما شاء الله عليهم، ربنا يجزيهم الف خير ويجعلوا في ميزان حسناتهم يا رب، ويعني اعتبروا زكاه علم ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، الف شكر حضرتك يا دكتور، الله يكرمك يا دكتور. تسلم يا رب، الله يبارك فيك، تسلم، رعايه الله. شو السامة لحضرتك؟ شو السامة؟ الصوت؟ اهلا باشمهندس عمر، ازي سعادتك؟ الحمد لله. كان دكتور ابراهيم ليه معلومة اضافة جميلة يعني. طبعا انا عجبني الكلام جدا جدا، ودكتور ابراهيم على دماغنا من فوق، يعني هو خبرة كبيرة واكد الكلام حقيقه. وفعلا فعلا احنا لازم يكون عندنا توحيد لكل حاجه، يعني يا ريت يعني قال حاجه جميله برضو، ان برضو احنا عندنا المباني القديمه، لو هتلاحظ المباني القديمه كلها لو مشيت في وسط البلد انت بالظبط
كأنك ماشي في أوروبا. أوكي؟ الواحد بيحزن جداً لما بيلاقي المباني القديمة مهملة بالشكل اللي احنا بنشوفه. ودي حاجة تخلي الواحد يبقى حزين يعني. لأن دي ثروة قومية. دي ثروة قومية. الناس اللي عملوا الكلام ده يعني كانوا مؤهلين ازاي؟ هو احنا المفروض لما بنتقدم بنوصل لمرحلة من العلم يعني التحديث والإمكانيات والتكنولوجي اللي موجودة والكمبيوترايزيشن والأوتوميشن اللي موجود كل ده هو بيفيدنا ولا بيقلل من مستوى الانتاج والبرودكتيفيتي والكواليتي اللي موجودة؟ احنا عايزين نعمل ده. يعني معنى كده ان زمان كان فيه عمالة مهرة جدا، كان فيه ناس بتاخد بالها من الشغل، كان فيه ناس عندها نقدر نقول القدرة او ما بتطلعش حاجة مش مظبوطة، لكن ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. يعني احكي لكم برضو موقف حصل لي من واحد قريب يعني، وهو خريج معهد من المعاهد الخاصة، وللأسف طبعا المشروع التخرج مجرد ان هو اخذ مشروع وسلمه وبدون مناقشة وخلاص يعني، ما على حد علمي يعني. طبعا ده شيء سيء جدا جدا، ونقابة المهندسين لها الحق انها تعمل توحيد لكل ده، لان المفروض يعني اللي هيخرج لازم يكون على المستوى المطلوب يعني. فطبعا لازلت اقول واؤكد العلم في الجامعات الحكومية، العلم في الجامعات الحكومية ايا كانت فين، الا الجامعات الخاصة اللي هي جامعات محترمة، وفي منها انا دخلت عشان نعتمد السوفت وير الخاص ببريكسكاد بيم، واعتمدنا في جامعة من الجامعات الخاصة بدون ذكر اسمها يعني، ودي من الجامعات اللي عندها ستاندرد لكل حاجة. فقليلا ما تلاقي ناس مهتمة في نعم، في معاهد كتير خاصة لا حقيقة يعني، الواحد مش عايز يتطرق للكلام ده ويفتح فيه، لأن مش يعني هنبقى بنتكلم فيه وإحنا مدقين حقيقة. لكن المبادرة دي احنا لازم في توحيد لكل حاجة، لازم نأهل الطلبة بشكل أو الخريجين بشكل قوي لسوق العمل علشان يتأهلوا، لأن دي ثروة قومية يعني، كل دي الأسد بتاع الدولة. أي دولة عندها الشباب الخريجين فعلا دول الأسد بتوعها، سواء اشتغل في الدولة نفسها أو خرج برا اشتغل برا، دي ثروة قومية. فأنت تأهلهم زي ما تأهل لعيبة الكورة، وفي مدارس إنتاج لعيبة الكورة، وفي دول قائمة على تصدير لعيبة كورة اوكي في الانكم بتاعها. اما ايه المانع انك تاهل المهندسين عندك والدكاتره وتوحد العلوم بشكل او باخر، بحيث ان دول لو اشتغلوا في مكانهم او بلدهم هيفيدوا، ولو خرجوا بره هيفيدوا برضو، ويبقوا لا يقلوا خبره عن اقرانهم اللي بره. واحنا عندنا دليل ان الشباب لما بتطلع بره في اوروبا ولا امريكا بتثبت وجودها كويس قوي، بتشتغل كويس قوي، لانها بتدخل جوه المنظومه وبتبقى ترس من ضمن التروس للعجله الكليه اللي في البلد، فبالتالي بيؤهلوا وبيشتغلوا وبينتجوا وبيبقوا مميزين كمان. فده اللي نتمنى ان شاء الله ان احنا نقدمه للشباب، وربنا يوفقه. وجزيك كل خير باشمهندس عمر على اللي انت صراحه الحقيقه عامله ده، ربنا يجعله في ميزان حسناتك وميزان حسنات التيم بتاعك. وباشمهندس اشرف حقيقي بازل مجهود برضو كبير الامر ده، فيعني ربنا يبارك فيكم جميعا، وشكرا ليكم جميعا يا جماعه. انا حقيقي سعيد بالكوكبه اللي موجوده دي والله. الله يكرمك يا استاذنا، احنا سعيدين بمشاركه حضرتك، ويعني تعبين مع حضرتك جامد في الكورس بتاع البرمجه يعني، او ممتع يعني ما شاء الله، اتمنى الناس كلها تتابعه يعني ان شاء الله باذن الله. يا باشمهندس دكتور ابراهيم عندك مشاركه؟ بس كنت برضو كلام باشمهندس الله يجزيه خير يعني، فعلا احنا يعني صراحه يعني ريدي من ساعه ما عملنا وانشأنا الجمعيه بتاعتنا هنا في بقى لنا من 2005 على فكره ما شاء الله. يعني احنا دورنا يعني كنا بنوعي المهندسين اللي لسه فريش لسه جرادويت بقى له 3 4 سنين مش عارف يحتك بالسوق، مش عارف راسه من رجليه زي ما بيقولوا، حتى لو خد له 5 6 سنين خبره في مصر
الكود الشغل في الخليج غير الشغل في مصر، والهيتك اللي هنا غير الهيتك اللي في مصر، ومهما كان برضو انت بتبقى جاي عشان يعني تثبت نفسك، تثبت جدارتك في الشغل. احنا كنا يعني حريصين ان احنا ازاي نطور المهندس في اي سن وفي اي عمر، ونخليه يعني بفعلا يعني ما فيش حد يضحك عليه في معلومه، سواء كراجل استشاري، سواء كراجل جوجل مهندس مقاول او ممثل للمالك او في مصنع او في سيلز حتى. يعني انت في الاول والاخر يعني انت عاوز تحافظ على امانه الهندسه بتاعتك، ودي احنا يعني فضل من الله ونعمه ان لازم المهندس يعتز بمهنته، ويعني لله المثل الاعظم ان هو المهندس مهندس الكون ربنا جل شانه. سبحان الله ان انت عاوز تبقى راجل مميز في مهنتك على قد ما تقطع من علم، وقول رب زدني علم. فبتوعي المهندسين الصغارين ازاي يهندل الشغل بتاعه، ازاي يطور من نفسه، ازاي يطور من امكانياته، ما يبقاش خجول، ما يبقاش يخاف من اي ضغوط شغل عنده، يعني حتى يقرا ويستوعب واتفر الدنيا اللي احنا عايشينها. كل واحد له اسرته له بيته له حياته له شركته اللي عايش فيها، بس برضو مهما كان انا بشجع المهندسين انهم يتعلموا كل يوم. يعني لو انت هتتعلم كل يوم وكل اسبوع حاجه جديده في شغلك في مجال حياتك، وتقرا وتتعلم حتى لو بمجهود بسيط من الاجور الرمزيه للدورات او الكورسات، يعني صدقني على المدى الطويل هتحس بقيمه اللي اتعلمته. لانك لو انت معلش انا مع احترامي لكل مهندس في مجال الصيانه اللي هو معلش في مصر بيقول عليه، ومع احترامي للكلمه محدش ياخد عليها يعني ياخدها عليا، يعتبر مهندس مكتب. يعني من ساعه ما يطلع الصبح لحد ما يرجع تاني لا عارف اللي حواليه الدنيا اتطورت، ولا عارف حتى في مجال تخصصه ايه اللي اتطور، ولا عارف ايه التكنولوجيا وصلت لحد فين. يعني مهندس دفن نفسه زي ما بيقولوا مصر دفن نفسه. فانت لو في اي مهنه استشاري مقاول مهندس صيانه مهندس مبيعات بتعمل ايه في مجال عملك، لازم تطور من نفسك في مجالك الكهربي الميكانيكي المعماري المدني الاي تي واتفر الانتيريو ديزاين ايا كان التخصص بتاعك، طور من نفسك وتعلم. لان انت مع الوقت لو ما اتعلمتش انت هتتفرم من الدنيا اللي حواليك، هتخلي الناس تضحك عليك في مجالك وسنك يكبر، وبعدين انت هتيجي لما تكبر هتستعجب انك تتعلم، على الرغم ان احنا في سننا ما زلنا بنحب نتعلم. العلم ملوش سن، العلم ملوش سن، لازم تطور من نفسك عشان تميز نفسك بين زملاتك، تميز نفسك في شركتك، تميز نفسك بين اهل بيتك نفسهم، ازاي بتعمل مانجمنت لحاجات كتير. واخد بال حضرتك يعني على مدى سنينك انت بتبتدي من مهندس صغير لمهندس ديزاينر لمهندس في السايت لمهندس مدير مشروع لمدير مشاريع واتفر بقى البوزيشن اللي هتاخدها معاك في مجال حياتك. واخد بال حضرتك. فانا يعني عاوز يعني نحن دايما في نهايه كل محاضره، والاستاذ المهندس عمر والمهندس اشرف يعني دايما يشجع المهندسين واتفر الحضور الله اعلم كل واحد بسنه بعمره، يعني دايما نشجعهم على انهم يقروا ويتعلموا يقروا ويتعلموا. وده جزاكم الله الف خير ان انت بتجيب الحضور الكرام ما شاء الله، واحنا برضو بدانا محاضرات كتير واكيد يعني انتوا برضو تعرفوها، وما شاء الله مستمرين لبعد العيد، وفي استضافه ناس كتير يعني افاضل زيكم من جوه مصر ومن بره مصر ومن السعوديه ومن كل مكان، يعني على حسب فضل الناس وعلى حسب يعني استجابه الناس لنا انهم يحضروا محاضرات. واخد بالك يعني ما شاء الله رمضان السنه دي يعني ما شاء الله يوميا ما بين 3-4 محاضرات في كل مجالات الهندسه بتاعتنا على مواقع كتير وعلى جروبات كتير ما شاء الله. والمهندس اشرف ما شاء الله يعني متميز فعلا، ما فيش يوم الا وفي محاضره يعني بشكل مختلف وبشكل جيد جدا، وحضور ما شاء الله حتى يعني الحضور بيقفل وبيبتدي يحول الناس على الفيسبوك او على اليوتيوب، فما شاء الله يعني فعلا كل المواد اللي بيطرحها مطلوبه. فبشكر الحضور كلهم وبشكر الباشمهندس وليد شخصيا والمهندس عمر والمهندس اشرف ما شاء الله عليكم، ربنا يزيدكم يا رب من فضله ونعمه، واسف ان انا طولت عليكم. خلصت باشمهندس اشرف. أنا بشوف حضرتك دكتور، أنا بشوف حضرتك الله يكرمك، وشكراً باشمهندس أحمد إبراهيم مع المحاضرة الممتعة، وشكراً باشمهندس أسامة تعاملك معنا دايماً الله يكرم أسامة، باشمهندس محمد أشرف، وشكراً للجميع، جزاكم الله خير، الله يكرمك، السلام عليكم، مع السلامة، السلام عليكم.